عندها ولا مش باين؟ اوكي اوكي طيب يلا يا جماعه خلينا نبدا كده التريتمنت اوف اوبن انجل جلوكوما. انا عارف ان الجزء ده كان ميسنج في الداتا, فخلينا نعمله كويس بقى علشان كده يبقى الامور مكتمله. طبعا انا مش عارف او هوبنج, انا شفت طبعا في باك امبارح ما عرفش اكون معاكم على الشغل كتير, ما عرفش ارد عليكم على الجروب, لكن طبعا شفت ان في ناس الهاس اللي كان بيحصل طب نقلل الفيديوهات, وفي ناس اجانس احنا نقلل الفيديوهات. طبعا انتوا لو ركزتوا بس في السكادي اللي انا عامله ده, السكادي اللي احنا بنعمله عشان نتابع الاسكويزز على قد ما نقدر, يعني هي دي الدوز اللي المفروض اصلا انت بتكون بتاخدها في الكليه او هتبقى سابق سن. وبالتالي هم انت ما بتحسش, بتحس ان الفيديوز كتير لان انا بديكم المعلومات كامله, لكن هو لما بيجي يدخل يدي محاضره مثلا عن الجلوكوما هو ممكن عندهم قدره ان هم يخلصوا الجلوكوما في محاضرتين ما كانش في محاضره واحده, فبالتالي هم بيقولش معظم المعلومات. الصوره وقفت عندك وهي واقفه عندي انا كمان, ده ايه اللي حصل؟ اوكي طيب سوري اوكي. فبالتالي الفكره كلها ان هم بييجوا يخلصوا الاكوردنج تو ذا سكادول نفس الكلام بس المعلومات اقل, فانت بتلاقي نفسك حضرت ليكتشر واحده او اثنين او ثلاثه قدام ستة سبعة من عندي أنا, فبالتالي بتحس إن الداتا بتاعتي كتيرة, لكن هو في الآخر أنت لو عايز تفول أب الكويزز وعايز تفول أب الامتحان بقى ها, فعشان كده أنا عملت لك الكورس اللي بطريقة أو الجدول بطريقة كوندنسد. لكن طبعا لما الناس اتكلموا معايا امبارح ما عنديش مانع إن احنا بدل ما نخلص ذات ايرلي يوم 22 مثلا أو 23 زي ما كنا حاطين في الـ في الـ في السكادول, احنا ممكن نخلص 27 او 28 واديكوا كل ويك اند يوم ونص ما تسمعوش خالص يبقى فور ستادينج. هو الامتحان افريج امتى؟ ايه ده؟ الامتحان افريج امتى؟ الافريج هيبقى ابتداء من 2 3 4 5 مايو. 6 5 لو اورال شيت, لو هو اورال شيت, لو الامتحان للدفعه كلها خلاص. بص يا جماعه هو غالبا ده اللي هيحصل. لو هيحصل زي الراوند اللي فات في سنه رابعه مش هيبقى فيه براكتيك خالص. الراوند اللي فات سنه تشهور كده مدين عليها في السنه, هو ده طريقه كده اخر السنه. ما هو بص يا جماعه اللي حصل سنه رابعه الراوند الاولاني كان فيه امتحان داتا شو عادي جدا, لما حصل بقى ان البلد قفلت شويه والدنيا قفلت والويف الثانيه شدت اكتر, فبداوا يعملوا اورال شيت امتحنوا السكس يونتس كلهم في يوم واحد في قاعة الامتحانات, وده غالبا اللي هيحصل وده اللي اتبلغوا بيه سنة رابعة ان هيحصل معاهم امتحان يوم 22/4 اظن للمجموعة كلها لكل الست وحدات بتوعنا اسم 12 14 و16 في يوم واحد في قاعة الامتحانات, وده هيبقى غالبا ابلايد عليكم. فلو هو كده هيبقى يوم واحد, وهو غالبا هيبقى يوم 5/5 يعني هيبقى يوم واحد, وهيبقى غالبا هو لازم يكون قبل يوم 6/5 اللي هو نهاية الاند راوند, فغالبا هيتعمل قبليه بيوم مثلا او يومين. فلو كده يبقى احنا لو خلصنا 27 او 28 ستيل وي هاف بلانتي اوف تايم ان احنا نراجع. لو انتوا عايزين نفتح الجدول شويه نوسعه شويه ونسيب لكم كل ويك اند وليكن يوم الخميس والجمعه او الجمعه والسبت تذاكروا فيهم ونفتح الجدول بدل ما نخلص 22 نخلص 28 او 29 يبقى مفيش مانع خالص, ده كان بي ابلايد عادي جدا. طيب هو احنا على طول براكتيكال في الاخر ليه هنعمل كده؟ البراكتيكال طول عمره عندها في السنه. لا احنا كان الطبيعي بتاعنا اصل انت اول مره تبقى شغال حاجه كلينيكال كلينيكال, لا احنا كنا بنعمل الطبيعي بتاعنا كلينيكال ده بتمتحنه مرتين, مره في الاند راوند ومره في اخر السنه. والكلينيكال بتاعنا لما ما كانش فيه كورونا اصلا كان على بيشنتس, بيقول لك بيشنتس وتطلع عليهم الساينز اللي احنا الامراض اللي احنا بندرسها, وغير البيشنتس كنت بتطلع عليهم الساينز. طبعا ده مش مستحيل يحصل في عصر الكورونا, يعني يجيب لك عيان تتعامل معاه. كنا بنجيب ناس نورمال وتوريني ازاي بتطلع بتعمل عليهم الكلينيكال تيست تو تيست يور تكنيك, حاجه اسمها هاو تو اليسيت ساين, مش عايزك تطلع نتيجه لكن عايزك تشوف بتمسك التور صح, عارف بتعمل ايه الستبس اوف ذا كلينيكال تيست ولا لا, ده اسمه هاو تو اليسيت ساين. فكان الكلينيكال مقسوم ثلاث داتا شو بيشنتس وهاو تو اليسيت ساين, والثلاثه كنت بفل الثلاثه هنا في السنتر, يعني كنت بجيب بيشنتس هنا بعلمك ازاي تفحصهم
وكنت بطلع حد منكم في درس تاني منفصل هاو تو ليست ساين واعمل عليه تاس قدامكم عشان نتعلمها مع بعض وهدي قاعده للداتا شو. فدلوقتي لما بقينا في عصر الكورونا الراوند الاولاني قبل ما يحصل الويف الثانيه امتحنا داتا شو بس لا جبنا حد نورمال يمتحن عليه عشان ما يبقاش فيه كونتاكت ولا بيشنت فبقى الامتحان الكلينيكال داتا شو في الاند راوند حتى ده لهو في الراوند الثاني بقى مجرد انت بتمتحن اسئله ترو فورس ام سي كيو اورال شيت كيس بروبلم سولفنج والدفعه كلها في يوم واحد كويس كده في قاعه الامتحانات علشان ما يبقاش فيه احتكاك مباشر مع وطبعا الراوند الاولاني في سنه رابعه كان فيه اورال يعني تقعد قدام ستاف يسالك لازم تبقاش فيه الكلام ده بقيت انت والورقه وتحل زي ما حصل الراوند الثاني وده اللي هيحصل معاكم واعتقد هيحصل لغايه الراوند الاخير يعني الراوندين اللي جايين كمان. طيب اخر السنه بقى بيحصل ايه؟ انت بتمتحن امتحان الراتب بتاعك بعد ما تخلص وناخد منك الورقه بنوزع عليكم ورق عليه صور ملونه مكان الداتا شو في نفس مكانك وانت قاعد في الامتحانات انت من الصوره بتعرف ايه الديزيز ده وتبدا تحل عليه فاصبح لك الكلينيكال هنعمله امتى؟ قبل امتحان اخر السنه يعني تاني هقابلكم تاني هنقعد مع بعض تاني طبعا عشان نعمل القصه دي بجانب طبعا الريفيجن اللي احنا هنعمله يعني في ريفيجن تاني قبل الامتحان بس في قاعده مخصوصه للداتا شو عشان تعرف ازاي تدايجنوز الديزيزز بسهوله جدا. طيب يلا بينا يا جماعه طيب نشوف التريتمنت اوف اوبن انجل جلوكوما. بصوا يا جماعه القصه ماشيه ازاي بقى دلوقتي خلينا نقول ان لو انت سمعت محاضرات الجلوكوما هتلاقي عندك الجلوكوما ثلاث انواع كبيره قوي نوع اسمه كونجنيتال جلوكوما حلو كده ونوع اسمه كلوزد انجل او انجل كلوجر جلوكوما كويس والنوع الثالث بتاعهم اللي اسمه اوبن انجل جلوكوما حلو كده النوعين الكونجنيتال والكلوزد انجل جلوكوما التريتمنت بتاعتهم الجذريه سيرجري يعني لما يكون عندي طفل عنده كونجنيتال انوملي افلاله زاويه العين واشهر كونجنيتال انوملي بتقفل زاويه العين في الاطفال هو البريزنس اوف اب نورمال ميزوديرمال ميمبرين اكتشف راجل اسمه باركمز تلاقي زاويه العين وليكن اظن انتوا فاكرين كويس الرسمه في الانترودكشن اهو مين ده يا جماعه اللي بكلكع ده اسمه ايه ده اسمه شوابس لاين مين ده الاستراكشر اللي فيه فتحات ده انتراوكيولار فيجن مين الجزء اللي عامل زي راس الحربه ده سكليرال سبير ويبقى ده مين سيليري بادي بيز او بان وادي الايرس الاطفال بيتولدوا عندهم ميمبرين كده ميزوديرمال ميمبرين فيجي الايكوس ياخد ما يعرفش اكيد يعني عشان اخلي ضغط العين يتظبط فور ايفر لازم افتح الميمبرين ده ولا لازم افتح يبقى لازم عمليه بس انا لو سمعتوا الفيديوز كويس لا يجوز ان انا اعمل عمليه طول ما ضغط العين ايه عالي لان ضغط العين بيزق على كل وبيدوس على كل الاستراكشرز انسايد دي اي فلو انا جيت فتحت فتحه اول ما ضغط العين ينزل من رقم عالي قوي لزيرو لانك لما بتفتح فتحه في العين وكانك عملت كوميونيكيشن ما بين الانسايد اوف دي اي تو دي اتموسفيريك بريشر اللي هو زيرو فتنزل من رقم عالي قوي 30ات و40ات و50ات للصفر مره واحده فالضغط اللي كان دايس على كل الفيسلز لما يتشال مره واحده ممكن الفيسلز كلها ترابتشر فيحصل حاجه اسمها اكسبالسيف هامورج والعين تروح فكان لازم الكنترول ضغط العين الاول ايه ميديكالي فاذا الطفل يجي لي ادي له ادويه بتوطي ضغط العين دواء اطرا ولا دواء سيستميك زي ما هنعرف دلوقتي الادويه لمده ايام لغايه لما اطمن ضغط العين اتظبط واروح مدخله على ايه على طول يبقى اذا لو جالي بروبلم سولفنج وعرفت ان الكيس بتاعت ان الحاله طفل صغير عنده كونجنيتال جلوكوما او بوف ثالموس وقال لي التريتمنت اوف ذيس كيس از ميديكال غلط لكن لما يقول لي التريتمنت اوف ذيس كيس از اسينشالي سيرجيكال اه مظبوط الميديكال تريتمنت مجرد ايه تحضير للحل الجذري التريتمنت الفاصله الحاسمه هي ايه عمليه. طيب النوع الثاني اللي اسمه كلوزد انجل جلوكوما اللي هو ضغط العين كلوز انجل يعني مين قفل الزاويه الايرس بنفسه لمس الكورنيا ما هو ده العين الزاويه هي الكورنيا من ناحيه وايرس من ناحيه فاذا مش هقول كلمه كلوزد انجل من بوقي الا لما يحصل تلامس ما بين الايرس والكورنيا وانا عشان افك التلامس ده لازم اتدخل جراحيا اذا لازم عشان ارجع اناتومي لطبيعته لازم جراحه اذا برضو كلوزد انجل اللي ضغط العين بيوصل فيه ارقام حد فاكر كم من كام لكام بيعدي ال 40 دايما من 40 ل 70 تخيل يعني ممكن يوصل ضعفين او ثلاث اضعاف النورمال
الضغط المهول ده عشان اظبط ضغط العين في الاخر. عمليه بس لازم قبل العمليه برضو اعمل ايه؟ ميديكال تريتمنت افيشنت وسريعه جدا عشان اقدر ادخل تدخل جراحي من غير ما يحصل كومبليكيشنز. اذا الكلوزد انجل برضو تريتمنت اسينشالي ايه؟ سيرجري. النوع الوحيد اللي هو بنسميه سيمبل اللي هو العيان بيعيش بيه بقيه عمره اللي هو الاوبن انجل التريتمنت بتاعه اسينشالي ايه بقى؟ ميديكال. زي الامراض الكرونيك اللي بتسمعوا عنها في البطنه وانتوا سمعتوا عنها قبل كده زي الهايبرتنشن علاجه ما ده مرض كرونيك علاجه ميديكال. دايبيتس ميليتس حاجه كرونيك هتعيش بيها بقيت عمرك يبقى ميديكال. اذا ده الغالب في الطب. وبالتالي هنا ضغط العين بيعلى ارقام بسيطه جدا. فاذا السيطره على هذا الضغط في النوع اللي اسمه اوبن انجل جلوكوما او الكرونيك سيمبل جلوكوما اسينشالي ميديكال. وهنا عندنا سؤال لازم تجاوبه لان ممكن تجي لك كيس او بروبلم سولفنج في الاورال شيت يكلمك على كيس تفهم منها انها في الاخر اوبن انجل جلوكوما. يقول لك الايم اوف تريتمنت اوف ذيس كيس از تو ريتش نورمال انترا اوكولار بريشر. دي جايه في ترو فولس. او يقول لك الايم اوف تريتمنت از تو ريتش انترا اوكولار بريشر ايكوال تو 16 ملم مركري. فبتاخد كل حماسه تقول نورمال. طيب يبقى نورمال يبقى صح ترو 16 طب 16 ده حلو قوي ده في نص النورمال رينج مش النورمال رينج من 10 ل 22 يبقى غالبا صح يبقى صح. غلط غلط. طالما خدك ان هو بيكلمك على نورمال للناس كلها نورمال للناس كلها او رقم معين يبدو نورمال وذ النورمال رينج للناس كلها يبقى هو بيجيب رجلك للغلط. اذا هتقول بولز لان كل واحد فينا ليه الضغط بتاعه هو المناسب ليه هو. لان احنا سمعنا عن حاجه كده في الفيديوز اسمها نورمال او لو تنشن جلوكوما. يا اخي ايش دمرك يا اخي توصل بضغط العين من 25 او 28 توصل مثلا ل 18 فيعجبك يعجبك انت ليك انت انت مالك انت انا مهم هو. فاذا انا مش عايز اوصل لرقم بعينه انا عايز اوصل لحاجه اسمها كده تارجت بريشر. كل واحد فينا ليه التارجت بريشر بتاعه الهدف بتاعه التارجت بريشر. مين التارجت بريشر بتاعك او بتاعي او بتاع فلان؟ It is the pressure at which optic nerve head damage stops. مش مهم بقى الرقم كام. ان شاء الله يكون 22. مش 22 ده الهاي نورمال. والله في ناس عند 22 الدامج عندهم في الاوبتيك نيرف يقف يبقى حلو بالنسبه له هو حتى لو مضايقك انت مش مهم انت تفيل يا اخي. المهم هو الدامج بتاعه يقف. ولو الدامج في الاوبتيك نيرف وقف يبقى الفيل ديفكت وقف ولا لا. يبقى انا عايز اوصل للتارجت بتاعه هو مش مهم كام. فاذا انت ممكن تختار عشان تعرف برضه ان في دكاتره بتتفلسف ممكن تختار دواء فيري سيف يعني زي ما هنعرض عليكم الادويه كده واقول لك السايد افكتس وجاي النتيجه هايله ومش عامل اعراض جانبيه بس نزل لك ضغط العين من 30 وصله 23 مثلا فتقول هو دواء حلو وجميل ومش عامل سايد افكتس بس 23 مش عاجباني فتروح واخد دواء ثاني ينزله ضغط العين ل 18 او 17 بس الدواء الثاني ده بدا يعمل له كومبليكيشن او سايد افكتس فتقعد تقنع العين تقول له معلش استحمل يا عم انت بتغبي استحمل ايه ما بيحصل له كومبليكيشن يبقى لا انت ايه اللي خلاك تحكم اصلا على الدواء الاولاني انه وحش عشان الرقم ما عجبكش يا اخي مش يمكن 23 بالنسبه له هو تكون كويسه يعني اذا انا بعمل ايه بقى بص يا شباب فاهم البروتوكول انا بدي العيان العلاج واشوفه بعد اسبوع اشوف رقم ضغط العين وصل لكام طالما نزل ما تحكمش حلو ولا وحش انا عايز بتاكد بس ان العلاج جاب ايه نتيجه بعد ما اتاكد ان ضغط العين نزل ناحيه الهاي نورمال او دخل وذ النورمال اقول بص احنا كده الضغط وطي او نزل لكن ما اقدرش اقول لك اذا كان ده تمام ولا لا. طب الحل يا دكتور اشوفك كمان شهرين ثلاثه ابص على الاوبتيك نيرف مره ثانيه لو لقيت منظر الاوبتيك نيرف كاتنج السي دي ريشيو ما زادتش الى حد ما تمام اقول له طب احنا محتاجين نعيد مجال الابصار طب عملت له فيل ري تيستينج لقيت الفيل ديفكت بتاعه ستيبل اقول له احنا ماشيين كويس تعالى تاني كمان 6 شهور اعمل له فحص تاني لقيته حلو كده حلو ولا وحش نقول له بقى خلاص بدل ما تجي له كل شهرين ثلاثه على كل 6 شهور بقى كل 6 شهور اشوفك اعمل ايه ده يعني انا مش هسيبه مش هسيبه اطمنت ما انت اول مره اطمنت يا اخي انك قعدت 3 4 شهور مفيش تغيرات اطمنت خلاص انا عرفت كده الدواء ده افكتيف بس اسمعوا عن حاجه في الفارماكولوجي اسمها تولرنس ولا لا فممكن يكون الدواء جايب نتيجه كويسه في الاول لكن مع مرور الوقت الافكاسي بتاعته تقل فانا اسيب العيان ليه طب ما ده مسؤوليه في رقبتك فاذا انت خليه يجي لك مره كل 6 شهور تتاكد انك انت ماشي على نفس الحزم ونفس المنهج يعني الامور حلوه كده يبقى انت نجحت تماما عملت بروبر مانجمنت. اذا الفكره كلها في علاج هذا المرض انك انت لازم تختار دواء يوصلك لمين
تارجت وصلت له لازم تتاكد انك انت لسه عنده بقى محافظ عليه ما يحصلش تولرنس او ما يحصلش دروب ويبدا الدامج يرجع تاني وانت مش داريان نايم على ودانك. فاذا الايم اوف تريتمنت عشان ترو فولس لازم تقول لي ايه تارجت بريشر. كل واحد فينا ليه الرقم بتاعه. طب هاو تو اتشيف ات؟ هل هناك منهج ثابت يعني طريقه ثابته توصلني لهذا الرقم؟ لا لا، انا عندي لاينز اوف تريتمنت متاحه. طبعا نمبر 1 لاين اوف تريتمنت المفروض يبقى ايه؟ ميديكال. لكن هل هناك حلول اخرى؟ اه ممكن اعمل حل بالليزر تريتمنت، ممكن اتدخل جراحيه نعمل عمليه، دي حلول اخرى مور اجريسيف. بس الحلول دي دايما تيجي في السكند اوبشن والثيرد اوبشن، يعني سكند او ثيرد. ولا ممكن الفكر بتاعي والخطه بتاعتي تتعكس، يعني ممكن بني ادم اول ما اشوفه اقول له يلا بينا عمليه على طول. هل ده وارد؟ اه وارد. طب على اساس ايه؟ على اساس البارامترز دي اللي هنتكلم عليها في الاخر. خليها دي اخر حاجه نختم بيها لما اقول لك ايه اللاينز اصلا وكل لاين عباره عن ايه، اشرح لك الميديكال كامل، فكره الليزر تريتمنت كامله ودي هنجيب الكاميرا عليها اوريها للناس الاونلاين، فكره السيرجيكال تريتمنت كامله. وبعد ما نشرح الثلاثه هقول لك بقى انا هموديفاي ازاي الخطه بتاعتي التراديشنال التقليدي. ان انا ابدا منين دايما بالترتيب ده؟ ابدا منين؟ ده تراديشنال ميديكال فولو باي ايه؟ لا ليزر انترميديت انترفنشن وبعدين مين؟ جراحه. دي الطريقه التقليديه، لكن احيانا الطريقه ممكن تتعكس اكوردنج للبارامترز اللي هنتكلم عليها في الاخر خالص. يلا نبدا بالميديكال تريتمنت. عندك سؤال حد عايز يسال؟ هو انا ليه ما نزلوش تحت التارجت بريشر بما ان الاكل؟ ايوه المهم تعرف هو مين اول التارجت بريشر. ما هو انت اصل انت القاعده في اي كرونيك ديزيز باي ذا واي انت عندك، بص لما هكلمك عن ميديكال تريتمنت هتلاقيني كاتب لك خمسه فارماكولوجيكال فاميليز، خمس انواع دراجز. تفتكر انت الاحلى انك توصل للي انت عايزه بمونوثيرابي ولا تضرب اتنين مع بعض في خلاط دبل كومبينيشن ولا تريبل؟ اكيد المونو، لان كل ما تدي عدد دراجز اقل الجرعه تبقى اسهل، عام مش هيلخبط. الحاجه الثانيه نسبه حدوث سايد افكتس اقل. فايه رايك انت اديت نوع قطره واحد وصلت لضغط عين 22 لانه ده اخر القطره ده الماكسيمم افشنسي بتاعتها 22 اكتشفت ان هو التارجت بتاعه. طب نفسك تقلع 22 هتعمل ايه؟ هتضطر تحط قطره ثانيه. طب ليه؟ فلوس اكتر كل شهر هيدفعها العيان من جيبه فاينانشالي، انت كده ارهقته، ده بلس عرضته لسايد افكت زياده، بلس ان ده مزاجك انت، انت عايز تنزل عن التارجت بتاعك. هو بس مش حتى لو مفيش دامج بيبقى ريسك فاكتور عشان ما عشان كده انا سبته بقى. ما انا بقول لك البروتوكول ايه؟ ان انا بتابعه، بس انا ليه ارفعه فلوس زياده؟ الخبطه بجرعات بلا داعي، اعرضه لسايد افكتس اكتر علشان مزاجي ان انا عايز انزل عند 22 اصل 18 مثلا. هو 18 النازله دي مش هتفرق معايا حاجه، يبقى انا ارهقته ولا لا؟ فاذا هي دي الفكره. طيب تعالوا نشوف الميديكال تريتمنت. يلا نمبر 1 لاين اوف تريتمنت حاجه اسمها فيرست دراج تشويس. دايما كده في الفارماكولوجي لما تسمع لاي مرض فيرست دراج تشويس يبقى واضح ان ده ليه ماكسيمم ايه؟ افكت افشنسي عالي واحتماليه كمان السايد افكتس معاه ايه؟ يعني كنترولبل. طيب مين الفيرست دراج تشويس عندي؟ يعني انا لو عايز اكنترول اوبن انجل جلوكوما شخصت بني ادم دلوقتي انه عنده خلاص اكيد اوبن انجل جلوكوما، ولو ان تشخيص مريض انه عنده اوبن انجل جلوكوما از نوت ان ايزي تاسك، احنا متفقين على كده ها؟ لان اعتمادي على ضغط العين الون ممكن يخدعني، ممكن يبقى واخد ضغط عينه 25 وما عندوش دامج. فسالتك لما تدخله بقى في بدايه، على فكره وانس انك خدت قرار انك تبدا علاج العيان ده لبس، يعني هيفضل ماشي على علاج ده فوراً. ليه بقى؟ سيادتك اول واحد شفته، سيادتك دماغك تعبانه، لقيت ضغط عينه 25 ومش فاهم مش فاهم ربط كويس، فقلت ده طالما ضغط عينه 25 انا شايف انه اوبن انجل من غير ما تعمل له فحص القاع العين كويس. وحتى لو عملت فحص قاع عين هل ده كافي؟ مش احنا قلنا ان في برسنتج اوف نورمال بوبيوليشن الكاب بتاعهم اللون الابيض اللي في نص الديسك اكبر شويه من المعتاد، فاذا وارد يكون عنده سي دي ريشيو كبيره، بس هو مولود كده يعني ما عندوش دامج. فكان لازم اعمله ايه كمان؟ فيلد اللي شرحناه امبارح. فامتى ضغط عالي؟
مع سي دي ريشيو اكتر من 0.3 يعني 0.5 مثلا، مع فيلد لقيت فيه ديفكتس، يبقى ده تشخيص كامل ولا لا؟ ده اوبن اج احلف. اذا الدياجنوستيك بروسيدير اللي احلف بيها ان المريض بتاعي عنده اوبن اج جلوكوما هو فحص مين؟ مجال الابصار، لان ضغط العين ممكن يخدعك، لانه ممكن يكون ويزن نورمال وعنده تشينجز، ممكن يكون اباف نورمال وما عندوش ايه؟ ما عندوش دامج. فحص قاع العين ممكن يخدعك، لان في ناس خلقت ربنا عندهم حاجه اسمها فيسيولوجيكال كابينج. فاذا اللي هينجيك دايما انك انت ما تقعش في الفخ انك تفحص مين؟ مجال الابصار. فلما يجي لك بني ادم هسمعك حالا ضغط عينه 25، لا انا خلاص قررت اشخصه اوبن اند، يا عم يلا خد القطره دي بدا علاج. العيان نقل مكان بيكم، عايز يتاكد اذا كان حضرتك بتتكلم صح ولا لا، بعد شهرين كده خايف يكون سيادتك مش فاهم، فراح لدكتور تاني. تفتكر لما يجي لي بقى وهو انا شايف في الفايل بتاعه ان ضغط عينه 25 وان الدكتور كتب له علاج، هل هيجي لي قلب اقول له وقف العلاج واصبر كده بقى لما نشوف اذا كان هيحصل تدهور ولا لا؟ يبقى انا كده شايف بشارك في جريمه ولا لا؟ لانه افرض كان تشخيص اللي قبلي صح، يبقى ما فيش بني ادم هيجرؤ بعد اول واحد انه ياخد الريسك انه يوقف العلاج ويشوف بقى الضغط لما هيعلى هيعمل دامج ولا مش هيعمل دامج، لانه بيعمل دامج انت كده عمال تخسره من المليون اكسونز، ده على حسابه هو مش على حسابك انت، فانت ليه تاخد الريسك ده؟ فبتضطر تكمل على العلاج ولا لا؟ فعشان كده بقول لك انك انت تاخد قرار ان ده اوبن انجل جلوكوما، ده مش ليس قرار حكيم، لانك هتلبسه في علاج بسايد افكت بفلوس كتيره بيدفعها كل شهر على الفاضي، لانه هيكمل بعد كده فور ايفر على العلاج ده. طيب وعدم تشخيصك المبكر يعني انت عمال تتلكع وده وقت، ده على حساب الاوبتيك نيرف بتاعه عمال يتدمر. فاذا هنا انت لازم تقدر من اول لحظه. عشان كده لما بيكلمني حد يقول لي انا رحت للدكتور قال لي ضغط عيني عادي وعندي السي دي ريشيو او عندي العصب البصري متاثر، اقول له عملت مجال ابصار؟ يقول لي لا. اقول له اعمل. طب ابدا العلاج؟ اقول له اعمل بسرعه النهارده بكره بعده وابعت لي صوره مجال الابصار. لو مجال الابصار سليم اقول له انسى. طب اجي لك اقيس لك تقيس لي ضغط العين؟ مش مهم. طب اجي لك تبص لي على العصب البصري؟ مش مهم. ما الفيلد سليم، ما هو طالما الفيلد سليم مفيش حاجه اتاثرت، يبقى واضح ان هو من غير ما ابص عليه محتاج اقيس له ضغط العين، ان شاء الله يطلع 25. ما هو الضغط ده ما عملش دامج خلاص، يبقى بالنسبه له حلو ولا لا؟ اقول له بس خلينا متابعين بقى، يعني ايه؟ خلينا فتره كده ونعيد مجال الابصار تاني. فاذا لازم تعرف من اين تؤكل الكتف، الحاسم مين؟ الفيلد. ده بيجي سؤال ترو فولس على الكيس. فاذا لو قال لك هنا ذا بيشنت شود بي شود ريبيت ميجرمنت اوف اي او بي، ماشي اي شود ريبيت، لكن لما يجي يقول لي ذا بيست ميثود تو فولو اب، خلي بالك شود ريبيت، يعني انا عايز اقيس ضغط العين في كل الزيارات اللي جايه ولا لا؟ محتاج اعرف هو كام. البني ادم ده ماست ريبيت الفاندس اكزامينيشن، مظبوط، لكن اقول تو كونفيرم ان التريتمنت بتاعتي جايبه البست ريزلت ولا لا، هي هاز تو ريبيت الميجرمنت اوف اي او بي، غلط، لانه هو ممكن يخدعك يا ضغط ليه انك تو ريبيت فاندس، غلط. لكن لما اقول لك فيلد هو ده. فاذا لازم تخلي بالك بقى من اللعب بالكلام. لو قال لك انا هقرر اتابع ده هتابعه، هقرر وهو ده اللي هيحسم المتابعه بتاعتي، يا ضغط العين غلط، فحص قال عين غلط، فيلد صح. لكن لو قال لك احد البارامترز اللي انت المفروض تفولو اب احدهم قياس ضغط العين، احدهم انك تبص على قاع العين، الحاسم اذا مين فقط؟ الفيلد. طيب خلاص انت جالك بني ادم عرفت بالطريقه الصح، والطريقه الصح اتفقنا عن طريق الفيلد انه عنده خلاص اوبن انجل جلوكوما وعايز تبدا ميديكال تريتمنت، تبدا بمين؟ يا ده يا ده. مين دول بقى؟ بروستاجلاندين انالوجز. مين العيله دي؟ بروستاجلاندين لايف، يعني مادة شبه البروستاجلاند. زي مين؟ أول مادة تم اكتشافها طبعا في alternatives كتيرة في السوق، لكن كفاية تعرف أول مادة لاتانو بروست، حتى باين كلمة بروستا بروست أخيرا بروستاجلاند، لاتانو إيه بروست، أطرى موجودة في السوق اسمها التجاري كده زلاتان، نفس حتى سبيلينج بتاع زلاتان، زلاتان. إذن دي أطرى موجودة في السوق. بعد كده بقى عملوا شركات تانية، عملت ترافاتان اللي هو ترافو بروستو، حاجات تانية مش مهم، كفاية أول مثال واحد. طيب العيلة دي الدوز بتاعتها سهلة، إيه ده مهمة دي؟ كل ما كانت الدوز سهلة فرص العيان يتلخبط وينسى جرعات قليلة ولا لأ؟ دي حاجة بتساعد على الجود كومبلاينس. يعني إيه جود كومبلاينس؟
تأقلم الايام مع العلاج، فيقدر يجيبه ويقدر يحطه من مش لما يكون مره واحده في اليوم هفتكره في اي وقت هحط، لكن لما يكون جرعه اربع او خمس مرات انت ممكن تسقط جرعتين دايما في وسط شغلك في وسط اشغالك وانت مدهوش، لكن مره واحده دي جرعه سهله قوي. اذا دوز فيري ايزي. طب الميكانيزم ايه؟ فاكرين يا جماعه احنا قلنا الايكوس دريند ازاي؟ 75-80% من خلال زاويه العين الاجل، لكن 20% من خلال مين؟ يوفيو سكليرال اوت فلو. عندنا كده حفر صغيره على سطح الايريس اسمها ايريس كريبتس. ايوه ايريس كريبتس تمام. وهذه الحفر الصغيره كويس كده بتابزورب ال 20%، عشان كده الطريق اسمه يوفيو لانه بدايته ايريس، ومن الايريس بعد كده للسيليري بادي للسبيس اللي تحت السكليرا، عشان كده اسمه يوفيو سكليرال اوت فلو. لقينا بقى ان ال 20% دول بيزيدوا عن طريق العيله دي. ايه ده يعني؟ بروستاجلاندين انالوج لو انت عايز تعرف الميكانيزم بيزودوا ايه؟ يوفيو سكليرال اوت فلو، يعني بيزودوا الدرينج اوف ايه؟ حلو دول سهله. طب الميكانيزم دي بتفرق يعني كضغط العين بيقل؟ اه والله العيله دي اللي بتتاخد مره واحده في اليوم عندها القدره انها توطي ضغط العين بنسبه تصل ل 30% وزياده. ايه ده 30%؟ ده رقم حلو ولا وحش؟ يعني تلت الرقم اللي انت بدات بيه هينزل، يعني لو انا بادئ ضغط عين 30 هينزل 10 بحالهم. ايه ده حاجه حلوه قوي ولا لا؟ حاجه تحفه. نقطه قطره نقطه واحده في اليوم مره واحده تنزل ضغط العين تلت. ده فيري افكتيف. اذا فيري افكتيف دوز سهله ها؟ فاذا ده دواء هاري بس مشكلته انه غالي شويه. دواء ده مستورد مفيش شركات مصريه بتصنعه الى الان، وبالتالي الاسعار ما عليهاش رقابه كويس في الادويه المستورده على حسب بقى المزايا. طيب بكام يعني؟ لا لا ده معديه ال 200 جنيه دلوقتي. زمان ايام كان الدولار ب 8 جنيه وحاجات زي كده كانت القطره دي ب 110. دلوقتي داخله بقى على 220-230، ولو في بقى مشكله في الاستيراد وحاجات زي كده ممكن يضرب لك فوق لانه مش هتلاقيها الا صيدليات معينه. فاذا دواء غالي. طيب اذا اكسبنسيف، ودي نقطه مهمه لازم تحطها في حسابك. الدكتور احسن لقب اتقال عليه زمان الحكيم، لانه مش بس بيشخص حاله مرضيه، بيشخص حاله اجتماعيه كمان من غير ما يحرج العيان. يعني ابسط ما فيها لو انت محتار في البني ادم اللي قدامك هيز ويل تو دو، يعني يقدر يشيل القطره ولا لا، اساله قول له حضرتك يا القطره في قطره غاليه شويه في قطره ارخص، هو حاجه من اثنين، لو هيكسب يقول لك اكتب لي الاثنين، يعني خلاص هو كده مكسوف يقول لك ان انا لا صعب. هيقول لك طب بكام؟ اقول له كده، تقول له طب دي غاليه عليا. في ناس السالري بتاعتهم مرتباتهم 2,000-3,000 جنيه، فلما يبقى بتكتب له على قطره ممكن يكررها مرتين في الشهر توصل 8-400 جنيه، يعني تتكلم في ربع او خمس مرتبه ولسه عايز يصرف على بيته وعنده عيال ومش هيجيب القطره. يبقى انت كده بتكتب علاج مش هيتنفذ، يبقى انت كده ما فتش العيان ما خدمتوش. فانت يو هاف دي لازم تحطها في حساباتك من ضمن حاجه اسمها ايه؟ كومبلاينس. يعني كومبلاينس مش بس ان الجرعه تبقى سهله، انه يقدر اصلا فاينانشال يشتري العلاج، يبقى حاجه ينفع تتنفذ على ارض الواقع. طيب اتفضل احمد انت رافع ايدك بقالك فتره، اتفضل. يعني بالظبط كده الدياجنوستيك مانيفيستاشن اوف اوبن انجل جلوكوما هو الفيل تيستينج ولا شيء غير الفيل. ده اللي احنا بيه 100% ده الحاسب. كل الضغط العين فحص قناع العين احتمال يبقى دي سي بي. طيب هتقول لي تكلمني كده بقى على الاعراض الجانبيه بتاع البروستاجلاندين السايد افكتس. انا كاتبها على البورد دايما بالاحمر، ها كل الادويه السايد افكتس بتاعتها بالاحمر. انا قصدي اعمل ده عشان افهمك ان دي حاجه ليك انت زياده لو عايز تعرف، لكن هي يعني التفاصيل بتاعتها مش هتكون دايما موجوده، هتلاقي في حاجات زياده انا كاتبها وفي حاجات يعني الكتاب ما ذكرهاش او ذكرها كده بسرعه. السايد افكتس معظمها ريليتد للشكل الجمالي، يعني مثلا اكتشفنا ان القطره دي كل ما كان بتلمسه نقطه القطره بينفايت القطره بتنفايت ميلانين ديبوزيشن، فبيحصل هايبر بيجمنتيشن. يعني العيان لو بيحط نقطه القطره كل يوم وعشان ما بيعرفش يحط القطره كويس او اللي بيحط له القطره مش بيحطها له مظبوط، فجزء من نقطه القطره دايما او مره او نقطه او نقطتين بيجوا بره. فلو كل مره نقطه او نقطتين بتيجوا على الجلد بره يبقى ده هيخلي لون الجلد بتاع الايليد وحوالين الايليد يغمق، اذا هايبر بيجمنتيشن اوف سكين. طبعا برضو بيجي جزء من نقطه القطر على الرموش، فتلاقي الرموش غمقت زياده، يعني بقى لونها اسود زياده، هايبر بيجمنتيشن اوف لاشز. ده غير اصلا
ان القطره الطبيعي ان انا بحطها عشان تبقى ابزورب جوه لانها بتشتغل على الايريس ان الايريس يابزورب الايكوس بسرعه احسن فاذا هيحصل هايبر بيجمنتيشن اوف ايريس فتخيل لو المرض بتاعنا اللي اتفقنا انه اي سيمتريكال فالعيان بدا يحط في عين والثانيه لا فمع ان اللون الايريس يغمق يغمق يبقى لون العين هنا اختلف عن هنا ولا لا دي حاجه بنسميها هيتيرو كروميا يعني عدى كام شهر كده بص على لون عين الاثنين هيبقى في اختلاف دي اسمها هيتيرو يعني مختلف كروميا يعني ايه لون العين يختلف طيب هتقول لي يعني مشاكل في الشكل اه بصوا كمان اكتشفنا حاجه غريبه جدا ان القطره دي بتطول الرموش طبعا اول ما الراجل اللي عمل اللوش الدعايه للقطره دي كان راجل صايع دي اول قطره نزلت لاعتمد براسه في المؤتمر الصحفي بتاع الفرشه بتاع الدواء ده قبل ما ينزلوه السوق قال لك بيطول الرموش ومش ما كملش الجمله فطبعا مش عايز اقول لكم بقى حصل مبيعات خرافيه الستات بقوا يروحوا يشتروا القطره او تو سي اوفر ذا كاونتر مش عشان عندهم جلوكوما عشان سمعوا ان القطره بتطول الايه الرموش طبعا بعد ما جابوا القطره وحطوا منها الرموش طولت مش عايز اقول لكم كميه القواضي اللي اترفعت بقى ايه اللي حصل قال لك نصبوا علينا احنا شكلنا بقى وحش قوي وصور بقى صور ايه بقى اصلا بتطول الرموش without limit زعاني بقى عارفين السحالة الشريرة بتاع المقشة بتاع زمان رعب بقى طبعا الراجل طلع زي شعر ما قال انا ماشي ما يقرا البامفلت موجود في البامفلت ان هو بيعمل اوفر جروس يعني بيطولها بس بيصورها بشكل ممكن يكون كوزمتيكالي يعني حاجة انوينج فما تقروا انا مش مطلوب ان انا في مؤتمر صحفي اقعد اقول كل اللي موجود في البامفلت لا انا بدي بس نبذة عن الدواء يعني طيب المهم دي كلها حاجات ليها علاقة بالشكل لكن بص اللي جاي ده بقى بما ان الماده اسمها بروستاجلاندين ايه انالو والبروستاجلاندينز اصلا وان اوف ذا انفلاماتوري ميدييتورز ما رايكم وان اوف ايه ميدييتورز ايه ده يعني مع استخدام القطره دي ده ممكن تنديوس انفلاميشن في اليوفيا في الايس يعني يوفيايتس عشان كده عايزك تفتكر المعلومه دي كويس قوي عشان الامتحان ده سؤال بيتكرر كتير قوي يقول لك بروستاجلاندين انالو دي عيله معروفه جدا دي فيرست دراج تشارلز يجيب لك كيس سيناريو عرفت من الكيس ان البني ادم عنده اوبن انجل ايه جلوكوما يقول لك بروستاجلاندين انالوج شود بي جيفن طبعا سابتك بالحماس وانت عارف انها فيرست دكتور ياس بس ما خدتش بالك في وسط الكيس انه قال لك ذيس بيشنت جيف اول هيستوري اوف يوفيايتس ايه ده انا عايز اشوفك مركز ولا لا ده ايه ده بيقول لك ايه انه جاله اتاك قبل كده وفي ايه يبقى اوعى يعني لو كان حتى عنده هيستوري اوعى لان القطره اصلا مش انجيس يوفيايتس البني ادم نورمال فلو هو عنده استعداد اصلا يبقى اذا لو عنده يوفيايتس اكتف دلوقتي اوعى العيله دي لو كان عنده اولد هيستوري حتى اوعى العيله دي يبقى العيله دي تتاخد بعيد خالص عن الايه يوفيتك جلوكوما يعني سواء كان الجلوكوما بسبب يوفيايتس يعني سكندري ولا سبرايمري او لو كان عنده اتاك وخفت من زمان وخلصنا برضه احتياطي ابعد عن العيله دي اذا اي حاجه ليها علاقه باليوفيايتس ابعد عن البروستاجلاند انالوج وهتلاقيني كاتب لك حاجه كمان اسمها ايه ممنوعه كمان في حاله ثانيه اسمها نيوفاسكولار جلوكوما مين نيوفاسكولار جلوكوما دي المحاضره بقى اللي هنسمعها بتاعه السكندري جلوكوما هنعرف ان في نوع من انواع الجلوكوما زي السكندريز اسمه ايه ان في جي نيوفاسكولار جلوكوما المطلوب من حضراتكم النهارده احنا نسمع المحاضره دي لو عندكم مشاكل معاها نعملها بكره تاني لايف هنا زي ما بنعمل كده تريتمنت في اوبن انجل طيب اذا ان في جي كمان نيوفاسكولار جلوكوما لما هتسمع المحاضره سواء مسجله او لايف هنا هتفهم ليه دي برده كونترا انديكيتد انك تدي معاها بروستاجلاندين ايه انالوج طيب فيرست دراج تشويس اذا بي جي او بروستاجلاندين انالوج اتفضل يا دكتور ليه مش ايه مكتوب في الكونترا انديكيشن ايه لو بيعمل ابورشن انت بتعمل ابورشن ليه مش مكتوب في الكونترا انديكيشن اللي هو يبقى افويد البريجنسي علشان دي اطرى في الاخر فنقطه اولا تركيزها ضعيف ثانيا هتبقى عشان توصل سيستميك سيركوليشن الجزء اللي هيوصل من القطره قد ايه للسيستميك سيركوليشن قليل قوي فده مش هيبقى لدرجه انه انديوس يوتراين كونتراكشنز عنيفه يعني فلا مش هتفرق بالنسبه لنا يعني دي نوت اوف دي كونترا انديكيشنز خالص غير الايه ما هو ده دي ده فانكشن قليل ممكن نشيله خالص
السيلياري بادي ده لو انت شلته خالص عارف هيحصل ايه؟ اتروفيا بالباي اللي انت روح. الايكوس مبدئيا غير انه بيفورم العين ضغط العين اللي هو مهم جدا للفانكشن اوف ذا اي، كمان الايكوس بيغذي اهم تو ستراكشرز عندك في العين، كورنيا ولينس. فلما فيش ايكوس انت الكورنيا بقت اوبيك واللينس بقت كاتراكتس، انت كارثه. بنعمل احنا سيلياري بادي ديستراكشن امتى؟ لما يكون ضغط العين عالي في بلايند اي خلاص ساعتها بندمره، ده اسمه سايكلو ديستراكتيف بروسيدر، لان كده كده العين بايظه ومش جاي من وراها غير الوجع بلايند وبتوجع، فدمر السيلياري بادي عشان ما نطلعش ايكوس ضغط العين يوطى فالبين يروح، بس ده لما يكون العين اوريدي ايه بلايند، غير كده يبقى جريمه. طيب ايه؟ لا يعني البيجمنتيشن طبعا من العين وانس ومجمع في مكان مش هيروح تاني، واليوفيايز طبعا ريفرس، ولو وقفنا اليوفيايز هتخف. دكتور هو عايز حاجه تجيب لي الجاز دي اللي هي كانت شباب الايرس والسيلياري بادي واحتمال الكوراي، بس هو ايرس سيلياري بادي مين؟ هو الاثنين مع بعض ولا واحده؟ هيريدو سايكلايز، الايرس سيلياري بادي عاده بينتهي مع بعض لانه نيو كومن بلاد سبلاي. طيب يلا العيله الثانيه، العيله الثانيه الفارس ده جت تشويس، يلا ركزوا معايا. عيله البيتا بلوكرز، بصوا يا جماعه اكتشفنا ان احنا لما بنقفل البيتا ريسبتورز على السيلياري بادي حتى دي فيري افكت، الايكوس فورميشن بيقل بنسبه 40% تصنيع الايكوس لما بتقفل البيتا ريسبتورز على السيلياري بادي، السيلياري بادي برودكشن اوف ايكوس بيقل بنسبه كام؟ 40%. عارفين ده بيوطي ضغط العين كرقم 30%، لما قلل الفورميشن بنسبه 40% رقم ضغط العين بيقل بنسبه كام في الميه؟ ايه ده يعني الافكاسي وايز الاثنين قريبين جدا من بعض، الاثنين بيوطوا ضغط العين بنسبه كام في الميه في الاخر؟ 30%. عندي كام نوع من البيتا بلوكرز بقى؟ عندي نون سيلكتيف بيتا بلوكر، اطرى موجوده في السوق نون سيلكتيف، يعني تقفل بيتا 1 وبيتا 2 زي مين؟ زي التيمولول مليت ربع او نص في الميه، وعاده بنستخدم التركيز الاعلى هو نص في الميه. عندي بقى حاجه اسمها كارديو سيلكتيف او سيلكتيف بيتا 1 بلوك، نقفل بس مين؟ بيتا 1 زي مين؟ بيتاكسولول، اطرى موجوده في السوق اسمها بيتوبتك، كلاهما او ايهما يعني بتاخد مرتين في اليوم فدول سهل. هتقول لي طيب اذا البيتا بلوكرز افكتف حلو جرعتهم سهله حلو غاليين بقى؟ لا لا ارخص كتير جدا عن البروستاجلاندين انالوجز، دي لما كانت ب 120 ولا 110 دي كانت ساعتها ب 15 جنيه، فرق كبير قوي. فاذا وطبعا دي السعر عمال يزيد على حسب سعر الدولار، لكن دي سعرها ما بيزيدش بنفس الريت لان ده بالجنيه المصري مصنع في مصر يعني، فبالتالي فرق سعر رهيب جدا. هتقولي طيب حلو البيتا بلوكرز يعني كده بالنسبه للمصريين هنا مور ايكونوميك، في الحقيقه بس انا كدكتور واحنا كدكاتره اتفقنا لو الاثنين ممكن نديهم للبيشنت والبيشنت از ويل تو دو الافضل نختار مين؟ لو انت بتقارن ما بينهم الاثنين الافضل نختار ده، لان ده المور فيسيولوجيكال. انت عارف انت لما يكون عندك حوض الميه بتاعك مجمع ميه في حاجه سدها وعمال يوقع على الارض، كل ما تفتح حنفيه ما هم الميه مش عارفه تمشي، فتروح جايب سباك تقول له يا عم الحقني، يقول لك حلو، يجي كده يبص يقول لك اه الحوض مسدود، اقول لك على حاجه عشان الحمام ما يغرقش ما تفتحش الحنفيه، صح معاه حق ما ده حل حل، بس تفتكر انت ساعتها تعمل فيه ايه؟ هو يعني كانت غايبه عني يعني ما انا جايبك ليه اصلا؟ لكن المنطق انه يعمل ايه؟ يسلك الحوض يعني زود الدرينج. فاذا لو انا عندي ضغط العين عالي الاحلى ان انا امنع تصنيع الايكوس ولا ازود الدرينج؟ بالمنطق المورفيسيولوجيكال ده الاحسن، ده الواقع الوضع الافضل. فعشان كده لو الاثنين متاحين بنحب العيله دي اكتر، لكن مفيش ما يمنع انك تختار العيله دي. امتى تختار العيله دي؟ اولا لو في كونترا انديكيشن لده زي مين؟ الاهم يوفيايتس. الحاجه الثانيه فاينانشال، العيال مش قادر يشتري مش هتعذبه يعني، هو امكانياته الماديه كده حظه كده عادي فاكتب لهم ارخص كده انديكيشنز محترمه. طب لو الاثنين متاحين وعرضت على العيان العيان اختار دي مفيش مانع برضه مش غلط، بس بقول لك احنا بنفضل مين اكتر شويه ريلاتيفلي اكتر؟ لا دي بنفضله اكتر، يجي بعديه ده على طول. طيب الخطوره فين بقى؟ ما اتكلمنا على السايد افكتس بقى. انتوا عارفين كويس قوي ان بيتا 1 ريسبتورز موجوده مين اللي فين؟ اه بيتا 2 موجوده مين اللي فين؟ برونكاي. عشان كده هنا بقى اللي انت كنت خايف منه من البروستاجلاندينز ما بيحصلش السيستميك ابزوربشن لان الدوز اللي بتوصل قليله مش هترتقي انها تعمل ابورشن، هنا بقى بنخاف منه
فاي دواء على الاطلاق توبيكال قطرات يعني بيشتغل على الاوتونوميك نيرفس سيستم. طالما بتكلمني على ريسبتورز وادويه بتشتغل على الاوتونوميك نيرفس سيستم حتى لو قدر ضئيل جدا من نقطه القطره مشي مع الطريق ده وصل عن طريق اللاكمال درينج للنيزال ميكوزا والنيزوفارينجيال ميكوزا وبالتالي وصل الدم السيستميك سيركيليشن ممكن يعمل كوارث. تخيل لو البني ادم عنده برونكيال ازمه وديته البيتا بلوكرز خصوصا النان سيلكتيف اللي بتقفل مين بيتا 2 ده ممكن يدخل في ستيتس ازماتيكس ويموت اب تو داث ما تفكش لان اللي عنده برونكيال ازمه احد اللاينز اوف تريتمنت بيمشي ببخاخات بيتا 2 اجونست. انت عايز تستيميليت البيتا 2 عشان البرونكاي تفتح فلما تقفل له البيتا ريسبتورز ده تقفل وممكن ما تفتحش تاني. مش كانها بتقفل لانك قفلت البيتا ريسبتورز فمهما تدي له البخاخه بعد كده مش هتفتح تاني هو قفل بقى فكارثه. فاوعى طبعا هتقولي اه انت عشان كده عملتوا بقى قطره بيتا 1 والله انا اصلا بخاف من العيله خالص لو العيان عنده برونكيال ازمه من نوع الفاخر لان انتوا عارفين في الفارماكولوجي مفيش حاجه اسمها بيور سيلكتيف يعني هو اه مينلي افكت بيتا 1 لكن برضه ليها افكت على بيتا 2 مينيمم فاذا اجري ابعد عن العيله دي خالص. طب بيتا 1 موجوده في الهارت هو انت لما تقفل بيتا 1 ريسبتورز يحصل برادي كارديا فلو بني ادم اصلا عنده هارت بلوك وبالتالي عنده برادي كارديا خلقه ده ممكن يدخل في كارديك ارست ضربات قلبه تقف يموت فابعد. هتقولي ايه ده يعني انتوا الخوف اساسا من العيله دي من نتيجه مين؟ السيستميك ابزوربشن وما ينتج عنه في الناس الازماتيك انه يدخلوا في برونكيال ازمه عنيفه اتاكوا في ازمه ما تفكش او يدخل في سيفير برادي كارديا في الناس اللي عندهم هارت بلوك. اه يس هتقول لي يعني ما عندكوش حل تمنعوا بيه السيستميك ابزوربشن؟ لا طبعا في حلول. انت عارف اي حد فيكم عايز يمنع القطره توصل لزوره يا اخي يحط صباعه كده خمس دقايق ده الافريج تايم لاي اي دروبس عشان تبقى ابزورب جوه العين من غير ما ولا جزء منها يوصل عن طريق هذا السيستم للنيزال ميكوزا او النيزوفارينجال ميكوزا او يعمل كده ايه كده خمس دقايق قفل الليد مارجنز يعني قفل البانكتاي على بعض تضمنها دي اسيب الموضوع في ايد العيان ده في ناس مش مغيبه تقول له خمس دقايق اوعى ها حاضر يلا حط القطره حطها اهو تقريبا كده فات 10 دقايق فعلا اه في ناس مش فاهم يعني ايه الدقيقه اصلا هو متخيل الدقيقه دي ثانيه هو عايز يخلص زهق فانا اسيبه لنفسه لا لا خالص لو انا ادم عنده حاجه كريتيكال زي برونكيال ازمه ولا زي هارت بلوك اجري خالص بعيد عن العيله دي اضمن لان الموضوع لايف ثريتنج مش هزار فاذا الخوف من العيله دي اكتر نتيجه مين سيستميك ابزوربشن بلس ان دايما اي دواء بيشتغل على ريسبتورز هو ده بقى اللي بيحصل له اكتر مين تولرنس يعني تلاقي الافكاسي بتاع القطره دي في الاول فعلا جايب ال 30% دول اصبر عليه سنتين كده ولا حاجه ممكن ينزل بقى الافكاسي 15 و10% لان حصل توليرنس نتيجه الاستخدام المستمر لهذه العيله فانت لازم تو كيب فولو اب البيشنت تو فولو اب ذا بيشنت يعني روتينلي كده علشان انت خايف من قصه التوليرنس بتاع العيله. طيب اذا دول القطرتين المور افكتيف القطرتين بتوعنا عرفنا كل اللي ليهم واللي عليهم كدوز ويعني كميكانيزم اوف اكشن وكسايد افكتس. مش هنا الكونسنتريشن بتقول 0.5 ده قليل قوي الايه؟ مش الكونسنتريشن كانت 0.5 مش ده قليل قوي على انه يعمل سيستميك؟ لا بيعمل ما بقول لك عشان هي فكره الاوتونوميك اي قطره بتشتغل زي الاتروبين ها زي البيتا بلوكر زي الالفا اجونست لما هنتكلم عليها دلوقتي لا بتعمل سيستميك سايد افكت لان طالما بنتكلم في ريسبتورز بنعملها استيميوليشن او بنعملها انهيبيشن لا بتفرق بتفرق جدا. خصوصا كان لو كان السن صغير اطفال ادلس ممكن شويه الامور تعدي. هي البروستاجلاندين مش بتشتغل على ريسبتور؟ لا بتشتغل على الميكانيزم الاكزاكت ازاي بتزود اليوبيس كلير اوت فلو دي قصه احنا مش عارفينها لكن هي ما بتشتغلش على الاوتونوميك نيرف سيستم مش طريقه خالص طريق ثاني خالص. اتفضل يا دكتور احمد. يدوس على مكان اللاكريمال ساك هنا فور 5 مينتس عشان يقفل الطريق ده لغايه لما القطره تبقى ابزوربت جوه عينه بس يا اما يغمض جفونه على بعض فورسبلي جامد عشان يقفل البانكتاي على بعض عشان يقفل التو اوبننجز دول يبقوا مقفولين مفيش حاجه تمشي عن طريق هذا السيستم 5 مينتس ده الافريج تايم. طيب يلا بينا نكمل يا اولاد
تعالوا بقى نروح بعد كده للسكند دراج تشويس. سكند دراج تشويس عندي عيلة اسمها كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز. طبعا زمان ما كانش عندنا اوبشن غير السيستميك كاربونيك انهيدريز انهيبيتور. والسيستميك دول زي الاسيتازولامايد. في منه على فكرة انجكشن فور ودي امبولات اسمها دياماكس. وفي اورال فور ودي اقراص زي سيداماكس. اقراص تابلتس. طبعا التابلت دوز المفروض الريكومندد قرص كل 6 ساعات يعني 4 مرات في اليوم 250 ملي جرام 4 تايمز داي. افكتيف بقى العيله دي مش عايز اقول لكم السيستميك فورم ده الاورال روت ده الاسيتازولامايد فيري افكتيف. ضغط العين بينزل بصوره مرعبه يعني ممكن تبدا بضغط عين 30 مع الاسيتازولامايد توصل 12 حاجه 13 حاجه يعني بياند طلباتك يعني لو انت عايز ايه لا هيعمل لك اكتر من اللي انت عايزه. المشكله فين؟ المشكله ان العيله دي مشهوره جدا 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 بس طب انت تديها لاورم مبدئيا كان ممكن تعمل ديسبابسيا كمان تغير التيست سنسيشن عندك فالعيان ياكلها ياخد القرص يجي ياكل بعد كده عندي دايما غثيان كده عندي دايما عسر هضم احاسيس كده بايخة جدا ليها علاقه بالجي اي تي. ده غير ان الكارثه الاكبر ان العيله دي بتعمل هايبوكاليميا عشان كده لا يوجد طبيب بيكتب العيله دي سيستميك الا لو تلاقيه كاتب وراها على طول في الروشته سلو كي تابلتس يعني راس بوتاسيوم لان ده هايبوكاليميا من النوع الفاخر. وطبعا الالكترولايت امبالانس ده تلاقي العيان ده عنده باراثيزيا تنميل في جسمه تلاقيه عنده دراوزنس تلاقي عنده لخبطه في الكونشس ليفل ده ممكن يحصل له رينال ترابلز كمان رينال ستونز اب تو رينال فيلير كمان قدام شويه إلى دي كوارث دي حاجات ده امراض خطيره الالكترولايت امبالانس ده. فعشان كده قال لك العيله دي افكتيف اه بس طالما سيادتك هنا في النوع ده من الجلوكوما ناوي تديها فور لايف يبقى انت بتهرج انت بتحكم عليه كده بامراض بقى في الكلى بانه رجليه مش شايلاه مدروخ ومستوى وعي مش كويس ايه الكارثه دي القرف ده حتى لو بتدي له سلو كي تابلتس. فقال لك لا لا خلي بقى العيله دي يوز اندر كنترول. بمعنى لو بني ادم خلاص انت فشل الميديكال تريتمنت جربت الحاجات الحلوه اللي انت نفسك تديها له فشلت قررت تعمل له عمليه مفيش مانع انت فعلا مش هينفع اعمل عمليه لما ضغط العين ايه فانت لو ناوي خلاص تاخد القرار هيعملها كمان اسبوعين ثلاثه مفيش مانع تمشي على العيله دي عشان توطي ضغط العين قوي عشان تدخل تشتغل ان فيفربل كونديشن يعني ايه بري اوبراتيف يبقى تديها شورت بيريد مفيش مانع. او لو كان اصلا نوع الاوبن انجل سكندري مش برايمري يعني اوبن انجل كوما نتيجه مرض ثاني فلغايه لما تعالج الكوز اللي جاب المرض ده اللي جاب الضغط العين العالي ده مفيش مانع تدي السيستميك تريتمنت عشان تضمن ضغط العين دايما يبقى اندر ايه لغايه لما نعالج السبب الاساسي. فاذا في حالات السكندري جلوكوما ممكن لغايه لما نعالج الاوريجينال كوز. او لو انت خدت قرار انك هتعمل عمليه لكن اذروايز لو انت ناوي تكمل على ميديكال تريتمنت فور لايف اوعى تفكر في ده نتيجه مين السايد افكتس. فين بقى وفين بداوا يطلعوا التوبيكال فورم يعني قطرات عباره عن كربونيك انهيدريز انهبيتور توبيكال. حلو قوي يلا بينا. زي مين؟ زي قطره كده موجوده مشهوره قوي اسمها دورزولامايد. دي اول نوع توبيكال اول فورم توبيكال من كربونيك انهيدريز اسمه ايه دورزولامايد. لو عايز تعرف اسمها التجاري في السوق دي قطره اسمها ترو سوبت. دي اول قطره نزلت من الكربونيك انهيدريز الايه التوبيكال. طبعا في حاجات نزلت بعد كده في برينزولامايد وحاجات ثانيه فورم اخرى يعني لكن خدت بالك ليس ايه افكتيف ده مين السيستميك فور. عشان كده بقت فين سكند ايه ما هي لو كانت نفس الافكتيفنس مع توبيكال يعني من غير السايد افكتس البشع على السيستميك دي كوارث دي كنا ساعتها قلنا يبقى طبعا ده هنحطها مع في الواجهه مع الفيرست دراج لكن الافكتيفنس بتاعتها ايه اقل في التوبيكال فورم يعني القطرات بتاعتها التوبيكال الافشنسي بتاعتها اقل من السيستميك. هتقولي طب نفسي اعرف سايد افكت. في الحقيقه معظم السايد افكتس ريليتد لللوكال رياكشنز لان البي اتش بتاع العيله دي اسيدك. احنا عارفين النورمال بي اتش اوف اور تيرز ايه الكلاين. فالقطره دي احيانا عين احطها تعمل له حرقان في عينه تعمل له كونجنكتيفايتس يعني لوكال رياكشن لوكال الرجي. فدي سايد افكتس هبله قوي لكن الاهم انها مش افكتيف زي مين زي السيستميك الافشنسي بتاعتها قليله عشان كده حطيناها فين سكند دراج تشويس. مين تاني سكند دراج تشويس؟
عندي عيله اسمها الفا 2 اجونست، يعني تستيميليت مين؟ الفا 2 ريسبتور. زي مين؟ زي البرومينيدين هيدروكلورايد. برومينيدين هيدروكلورايد ده مثال اهو، قطره موجوده في السوق سهله قوي، اسمها تجاري الفا جان، هي الفا اجونست اسمها الفا ايه؟ الفا جان. طبعا هتقولي بتشتغل ازاي؟ ده نوع الدراج الوحيد اللي من ساعه ما بدانا نتكلم ليه دبل ميكانيزم. طبعا اللي بيذاكر من كتاب الاسم مش عارف هتدرسوا في الطبعه الجديده ولا لا، كتاب الاسم قال لك بيبلوك، مش عارف لسه كاتبينها كده ولا لا بالصيغه دي، بيبلوك الريسبتورز على الترابيكلر ميشور. عدلوها اخيرا الحمد لله، قال لك دبل ميكانيزم مش كده؟ طب هقول لكم الميكانيزم، قول لي صح ولا لا، لان غايه الطبعه بتاع السنه اللي فاتت كان قال لك ان الالفا اجونست بيبلوك مبدئيا اجونست، اول مره اسمعها في حياتي انها ايه، دي غلطه مطبعيه طبعا مش مقصوده، لان هم في الاخر كتاب الاسم عامل شابتر اسمه اوكولار فارماكولوجي، اتكلموا تاني عليها وكتبوا الميكانيزم الصح، فهي طبعا يعني اساتذتنا مش هيغلطوا، لكن هي واضح انها حاجه جت غلط يعني، كتب التكست غلط يعني بالصدفه من غير ما تتراجع. بيشتغلوا ازاي الالفا 2 اجونست؟ افتكروا كده انها الفا 2 ليها الدبل ميكانيزم. مبدئيا الاكشن اللي احنا كنا متاكدين منه ان اي الفا اجونست بيعمل فازو ايه؟ كونستريكشن، استيميت الالفا ريسبتور عشان البلاد فيسلز بتاع المكان بتقفل. لما نحصل فازو كونستريكشن للبلاد سبلاي اوف سيلياري بادي يبقى الايكوس فورميشن ايه؟ يبقى اذا نمبر 1 ميكانيزم انها بتقلل الايكوس فورميشن عن طريق نظريه الفازو ايه؟ كونستريكشن اوف سيلياري بادي ارتيريولز. لما نقفل البلاد سبلاي بتاع السيلياري بادي ايكوس فورميشن يعني. لقينا مور اوفر القطر دي بتزود اليو فيو سكليرال اوت فلو، يعني بتقلل الفورميشن من ناحيه وبتزود ال 20% اللي بيحصل لهم درينج عن طريق الايريس اللي هو اسمه يوفيوس كليرال ايه؟ اوت فلو. زي مين يعني؟ مين اشتغل بنفس الميكانيزم دي؟ بروستاجلاندين انالوج. هتقول لي الله طب ما هو دراج اهو بيشتغل بطريقتين، طب ما يلا ده يبقى احسن واحد. يا اخي يا اخي انا ممكن يبقى دراج بيشتغل بكذا ميكانيزم، لكن هل الفيصل عندي هما كام طريقه ولا المهم بالكام طريقه ضغط العين موتي قد ايه؟ مش ده النتيجه النهائيه؟ واضح كده انه تو ميكانيزم وده الدواء الوحيد اللي اشتغل بطريقتين، لكن النت ريزلت الافشنسي وايز ضغط العين بيقل قد ايه؟ لا 20 ل 25%، يعني اقل من مين؟ من البروستاجلاندين انالوجز، واقل من مين كمان؟ بيتا بلوكرز. ده بيقلل الفورميشن بيتا بلوكرز بس، لكن افكتيف. ده بيزود اليوفيس كلير بس اللي هو بروستاجلاندين انالوج بس فيري افكتيف. ده بيشتغل بطريقتين، يقلل الفورميشن ويزود درينج، لكن المهم النتيجه النهائيه ما بيوصلش للايفكت بتاع مين؟ بتاع اي واحد من الاثنين دول لوحده، وبالتالي هنا افشنسي وايز اقل. طيب ايه كمان بقى؟ سايد افكتس. بما انك هتسمع دلوقتي عن الفا 2 اجونست يعني بيشتغل على اوتونوميك نيرفس سيستم، يبقى واضح ان موست اوف ذا سايد افكتس نتيجه الابزوربشن من خلال مين؟ سيستميك سيركوليشن، مش كده؟ بيعملوا ايه دول بقى؟ بصوا نمبر 1 دراي ماوس ماشي، ولو انها حاجه بايكه بتلاقي بقك كده ملزق في بعضه. ايه كمان؟ فاتيجابيليتي، انسومنيا، اريتابيليتي، انت كانك عندك سمباثيك اوفر اي اوفر تون، تلاقي العين ما بينامش كويس، يقول لك عندي ارق تريمورز، دي حاجات كلها غلسه قوي، حاجه تنرفز بصراحه. انا عندي تريمورز وعندي كده مش عارف انام كويس وارق وبقي ملزق شويه. مشكلة فين بقى كمان؟ بص اللي جاي دي، ان العيلة دي ليبيد سوليبل فبتعدي بلاد برين بارير، وبالتالي ليها سي ان اس مانيفيستيشن. مشكلة عيان ياخد العيلة دي يحصل له شوية دراوزنس، دراوزنس لو ادلت، لكن لو عيل صغير ده لو عدى البلاد برين بارير ده ممكن يدخل في حاجة اسمها ابنيا. ايه ده هت ريسبيراتوري سنتر يقف، ما يعرفش يتنفس يموت. عشان كده كونترا انديكيتد تماما في التشيلد. ارجع بقى لما ترجع في كتاب الاسم وترجع للفيديو بتاع كونجنيتال جلوكوما، اتفقنا كونجنيتال جلوكوما علاجها اسينشال ايه؟ سيرجيكال. هقول لك لازم بس الاول قبل الجراحه توطي ضغط العين ايه؟ ميديكال. ادي اي حاجه من دول الا الفا 2 ار طالما كونجنيتال. ليه؟ عشان بيعدي بلاد برين بارير، عشان ممكن يعمل الواد ايه؟ ابني يموت يفيص. فاذا اوعى اوعى تنسى المعلومه دي. مشكله الالفا 2 اجونست انه بيكروس البلاد برين بارير لانه ليبيد سوليبل، عشان كده كونترا انديكيتد في الاطفال تماما. فاذا السيستميك سايد افكتس على الالفا 2 اجونست جلسه، وبالتالي احنا برضو العيله دي مش بنلجا لها بما انها مش افكتيف قوي وليها حاجات كده مش لطيفه، نخليها دايما سكند دراج ما نحطهاش في الواجهه.
اخر عيله عندي مايوتكس، وطبعا زي مين؟ بارا سيمباثو ميماتيك، زي مين؟ زي بايلو كاربين نايتريت. بايلو كاربين نايتريت تركيز 2%، ده اكتر تركيز بنفضله. الدوز بتاعته كم مره البايلو كاربين ده؟ 4 تايمز. تقول لي دوز اكتر واحده فيهم يعني 4 مرات، عشان كده بقى انتوا حاطينها في الاخر. طب يمكن كمان الافشنسي بتاعتها قليله؟ والله فيري 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 افكتيف. هتقول لي افكتيف قوي؟ طب قول لي سعرها كده. 5 جنيه. ايه ده افكتيف بالطريقه دي ورخيصه قوي؟ طب ما تحطها في الاول بقى، ده احنا في مصر هنا محتاجينها جدا، احنا كلنا عايشين في حياه صعبه جدا دلوقتي. انتوا حاطينها هناك كده عشان 4 مرات بجد؟ يا اخي والله لو قلت لي حد اجيب لك قطره ب 250 300 جنيه بتاخدها مره واحده في اليوم، وقطره ب 5 جنيه من غير ما تقول لي كم مره، قول لي 20 موافق، هات بس هات ال 5 جنيه دي، مش كده؟ احنا فينا مش فاينانشالي تفرق، هو يا ريت بس على قد كده. واضح ان المشكله فين بقى؟ ليس في الافشنسي وليس في الدوز انها 4 مرات وخايف تنسى جرعات، لا لا، المشكله فين؟ في السايد افكتس. السايد افكتس بتاع اي دراج في الدنيا، اي دراج في الدنيا ايه السايد افكتس بتاعته؟ هتقول لي بص كده في البامفلت، اقول لك بيحصل في بوينت كذا في المية، 1%، مش كده؟ لكن ايه رايك لما اكلمك على سايد افكتس لدراج؟ سبب السايد افكتس الميكانيزم اوف اكشن الايه؟ دي هتحصل في كام في المية دي؟ 100%. دي كارثه بقى. هتقولي معقوله؟ هقنعك، بس قبل ما اقنعك ان السايد افكتس بسبب الميكانيزم اوف اكشن بتحصل في 100%، عشان كده حطيناها في ظل القائمه في الاخر خالص، خليني بس اقول لك على معلومه. هو ايه الميكانيزم اوف اكشن اصلا اللي خلتها افكتيف قوي؟ هي اكتر من ميكانيزم. طبعا انتوا سمعتوا عن البايلو كاربين في اي فيديو، اتكلمت عليه في اي فيديو، كان بيجيب نتيجه هايله في اي نوع من انواع الجلوكوما. كلوزد انجل، فاكرين يا جماعه كلوزد انجل؟ لما كانت البيبل بتوسع، بس دي كان البريديسبوزنج بريسيبتيتنج فاكتور، بيبل توسع كان اللينس بتتحشر جوه البيبل، مش كده؟ فلما اللينس تتحشر جوه البيبل بيحصل بيبلري بلوك، فالايكوس كده يتحبس ورا ما يعرفش يعدي من ورا لقدام، فيحصل ايريس بومبي. فعشان اضيع الاتاك كنت بقفل البيبل، فلما البيبل تقفل اللينس تفلت وترجع مكانها، فالبيبلري بلوك يبقى ريليفد. ايه ده يعني؟ هتقولي احنا محتاجين الاكشن ده هنا؟ ايه رايكم في الاوبن انجل؟ محتاجين ان انا اقول ان الميكانيزم اوف اكشن ان الانجل تتفتح، ده اصلا نوع الجلوكوما هنا ايه؟ اوبن انجل. فاذا انسى الاكشن ده. لكن تعالوا نفكر بقى، ايه اذر اكشنز بتحصل نتيجه استخدام المايوتكس؟ اولا لما تعمل مايوزيس يعني بيبل قفلت قوي، يبقى الايريس اتسرد ولا لا؟ الايريس سيرفيس اريا زادت ولا لا؟ الايريس ستريتشد، كل ما الايريس يبقى ستريتشد يبقى البلعات الحفر اللي على سطح الايريس بقت مور وايد ولا لا؟ اللي اسمها ايريس ايه؟ كريبس. يبقى الابزوربشن اوف ايكوس من خلال الايريس كريبس اتحسن ولا لا؟ اذا اول ميكانيزم هي ظهرت، انا هنا الميوزيس ايكوال مور وايد ايريس كريبس. ايه كمان؟ بصوا الميكانيزم اللي جاي، يلا انا هرسم، واي هوب انكم تقولوا لي انا برسم ايه. شوابس لاين، ها ركزوا معايا على الرسم، انا مستني الناس اللي بتكتب. شوابس لاين تي ام سكليرال سبال سيلياري بادي ايس. يلا مين دي؟ لونج تيودينال سيلياري مصر. ايه؟ لونج تيودينال سيلياري مصر. واضح من الرسمه انها اوريجين فين؟ ايبكس اوف سيلياري بادي. انسرشن فين؟ في السكليرال سبير. العضله دي supply the parasympathetic innervation. ايه ده؟ يعني لما ادي البايلو كاربين تشتغل، وهي لما تشتغل تعمل ايه؟ اي عضله طوليه longitudinal في جسمك لما بتكونتراكت بتقرب الانسرشن من الاوريجن، انسرشن في السبير. فلما تكونتراكت تعمل ايه؟ فلما ده يتشد لورا مين يتمط؟ مين يبقى ستريتشد؟ الترابيكلر مشول. وكل ما تعمل ستريتشنج في تي ام السبيس اوف فونتانا تبقى مور وايد ولا لا؟ اذا اكشن كمان هيعمله البايلو كاربين انه هيكوز كونتراكشن فين؟ كونتراكشن اوف لونج تيودينال سيليري ماسل. ودي هتعمل ايه؟
هتبول اون سبير سكلير سبير يعني باكورد مش كده؟ وده هيعمل ايه؟ ستريتش فين؟ في تي ام. ولما تي ام يبقى ستريتشد السبيس اوف فونتانا تبقى مور ايه؟ وايد. حلو يلا بصوا غير الكونتراكشن اللي هيحصل في العضله الطوليه دي ما رايكم هيحصل كونتراكشن في العضله دي كمان؟ دي اللي اسمها سيركولار سيليري ماسل اللي هي لما كانت بتكونتراكت بتعمل اكوموديشن فاكرين العضله الدائريه اللي مبطله السيليري بادي من جوه لما كانت بتكونتراكت كانت بتضيق السبيس اللي عايشه فيه اللينس ودي كانت الميكانيزم اوف اكوموديشن. لقينا ان من ضمن نتائج الكونتراكشن بتاع السيركولار ماسل ايه؟ انها بتضغط على السيليري بادي فلما تكمبرس السيليري بادي ده بيقلل البلاد فلو سيلنا عارف لما تدوس على حاجه باسكولار البلاد سبلاي بتاعها بيقل بيضغط فالبلاد فلو ايه يقل فلما يحصل كونتراكشن في العضله الدائريه دي احد نتائج الكونتراكشن غير انها بتعمل اكوموديشن انها بتكمبرس السيليري بادي ارتريوز فده بيقلل البلاد سبلاي في السيليري بادي وده بيقلل الايكوس فورميشن. اذا يلا تعالوا نقول الاكشنز الثلاثه ثاني عشان نحفظ ايه الثلاثة اكشنز اللي انا مستنيهم هنا من عيلة الميوتكس. نمبر 1 مايوزيس. المايوزيس عمل ايه؟ cause in the surface area of iris will be increased and this causes widening of spaces of widening of iris ايه؟ crypts and this increases the uveal scleral outflow. اذا نمبر 1 stretching a widening في crypts. second action contraction of longitudinal ciliary muscle which causes pulling back on scleral spare which causes stretching في ETM and this widens the spaces of fontana. Number 3 action or third action contraction of circular muscle which causes compression of ciliary body arterioles and this decreases aqueous formation. خدت بالك كم ميكانيزم and total result ضغط العين بيقل حلو قوي. المشكلة فين زي ما اتفقنا؟ سايد افكتس اللي هي عبارة عن ايه سايد افكتس؟ الميكانيزم اوف اكشن. واحدة واحدة بقى تناوي تدي البايلوكاربين اللي هي العيلة دي فور هاو لونج في هذا المرض؟ المرض ده قلنا فور لايف سنين. هتدي عيلة اسمها مايوتكس يعني بتعمل كونتراكشن في الكونستريكتور بيوبيلي مصر ناوي سيادتك تستيميليت الكونستريكتور شهور وسنين يعني ناوي تعمل مايوزيس طول الوقت. ايه رايك؟ قررت فجاه لا انا زهقت من مش جايب نتيجه دلوقتي حصل طارئ انس حصل سايد افكت مش عايزها وقفها حل عضله بقى لها كونتراكتد شهور وسنين. ايه رايك لما تيجي توقف هتعرف تريلاكس؟ دي بتدخل بعد فتره من الزمن في حاجه اسمها بصوا الاسم كونتراكشر بالار يعني تيبست على الوضع ده خلاص انتهت. ايه ده يعني الميوزيس مبدئيا كده اصبح بيرمننت. فالعيان ده لو جاله كاتراكت قدام سينايل كاتراكت ونفسك تعمل له عمليه وانا عشان اعمل عمليه على اللينز لازم اوسع البيبل انز هتضطر تشتغل من خلال بيبل قد كده بين بوينت. فاذا البيرمننت ميوزيس ده وحش قوي. ده غير ايه كمان؟ هو سيادتك نورمالي فيسيولوجيكالي البيبل بتاعتك بالليل اخبارها ايه؟ لازم توسع عشان تشوف احلى لان اللي بيشوف احلى بالليل نوع فوتو ريسبتورز اسمه رادز موجوده مين اللي فين؟ في البريفري. فلو سيادتك ماشي بالبيبل قد كده ل 24 ساعه يبقى سيادتك حكمت على البيشنت انه اول ما الدنيا تظلم ما يشوفش الدنيا كويس يبقى عنده نايت ايه؟ بلايندنس. يبقى حكمت عليه ما يعرفش يسوق عربيته ما يعرفش يتحرك كويس بالليل. اذا العيله دي كمان هتخلي البيشنت نايت فيجن بتاعه سيء. ايه كمان؟ احنا لسه النهارده تحديدا وقبل كده في الفيديوهات اللي سمعتوها عرفت ان الطريقه المثلى لتتبع هذا المرض تو فولو اب ذيس ديزيز هو الفيلد تيستنج اللي انا شرحته امبارح. العيان بيحط دقنه كده فور هيد ريست نغطي له عين بص في طبق ديش كبير اللمبات بتنور عامل له علامه يبص عليه. فلما تيجي تعمل له فيلد فولو اب عشان تشوف الدواء بتاعك اللي انت كتبته له جايب نتيجه ولا لا يعني الفيلد افكت واقف ولا لا تعال اعمل له فيلد بقى وهو عنده بيبل قد كده يبقى الفيلد بتاعه كونتراكتد ولا لا؟ ده بقى كونتراكتد قوي احلف يا حلو بقى هل الفيلد كونتراكشن ده بسبب انه بص على الجهاز من خلال او على الدنيا من خلال نارو بيبل
ولا عشان في شويه ابزونز كمان خسرها؟ هتقولي لا ما هو غالبا عشان الميول. اقول لك نعم، هو احنا في الطب بنمشي بغالبا واحتمال، ولا لازم تكون متاكد؟ يبقى انت باختيارك هذه العيله فقط الطريقه المثلى to follow up and to diagnose this disease، مش كده؟ لانك حكمت عليه ان هو من هنا ورايح، لما يجي يعمل فيلد تيستنج هيبقى اصغر من اللي قبل كده، وانت مش هتقدر تحكم بقى الفيلد كونتراكشن ده هل بسبب نارو بيوبل ولا بسبب الايه البروجريسيف دامج. فاذا انت فقدت بايدك ومزاجك لما اخترت العيله دي البروبر فولو اب اوف ذيس ديزيز. فاذا المايوزيس كفكره سيئه جدا، يا ريت على قد كده. اخدت بالك ان الدواء ده عمل كونتراكشن في كام عضله جوه العين؟ الكونستريكتو. مين دول؟ سيلياري ماسلز. عضلات طول الوقت كونتراكتد، تدخل في سبازم وترجع ولا لا؟ ده انت خليته عنده اوبلر بين وهيدك طول الوقت. يعني من ساعه ما اخترت العيله دي والبني ادم ده مش طايقك ولا طايق اليوم اللي شافك فيه، صداع والم في العين فور ايفر. مش بس كده، العضله دي ما بتكونتراكت. هي كان المفروض تكونتراكت امتى بس العضله دي؟ كل ما تيجي تبص على حاجه قريب عشان تشوف القريب واضح. دي حاجه اسمها ايه؟ دلوقتي بقت كونتراكتد طول الوقت ولا لا؟ يعني اللينس باور زاد طول الوقت، يعني كمان سيادتك خليت نظره يضعف لانك حكمت عليه بميوبيا. ما هو اللينس لما تقلبز وتتخن طول الوقت يبقى الباور بتاعها زاد عن النورمال طول الوقت، وبالتالي كده بقى ميوبيك ولا لا؟ اذا عنده سبازم اوف اكوموديشن فور ايفر. اذا انت متخيل هو مش شايف بالليل عشان الميوز، ومش شايف اصلا كويس عشان سيادتك حكمت عليه بالسبازم اوف اكوموديشن ميوبيا، واصلا مصدع وعين وجعته للوقت، وكمان البيبل الصغيره دي خليتك انت كطبيب مش قادر تحكم على الفيلد بتاعه بيتدهور ولا لا، فانت مش عارف العيله دي جابت النتيجه اللي انت عايزها ولا لا. تخيل العكننه ده، ايه ده القرف ده؟ حتى لو كان بخمسه جنيه مش ما تسويش كل القرف ده، لا انت حتى مش قادر تعرف اذا كنت ماشي صح مع العيان ولا لا من ساعه ما فقدت الفيلد فولو اب. ده غير بقى اكتشفنا ايه كمان؟ دي حاجة بقى بتحصل في برسنتج قليلة مش كل الناس. اكتشفنا ان بعض الناس القطرة دي مين انديوس ايه؟ دي بقى دي حاجة زيادة. اذا كل اللي فوق دول ميكانيزم اوف اكشن، يعني بتحصل في كام في المية؟ 100%. لكن في نسبة قليلة ممكن الناس، عشان كده هناك عيلتين بقى الحلقة اللي تحطها في ودنك دلوقتي، عيلتين اوعى تلجأ ليهم ابدا ابدا في مريض عنده جلوكوما طالما عنده اولد هيستوري اوف ايرايتس. مين العيلتين دول؟ العيلتين البروستاجلاندين انالوجز. ايوه هدي المظبوط، بروستاجلاندين انالوجز. ومين؟ والمايوتكس. اوعى. اذا النوعين ممنوعين في حالتين، حالات اليوفيايتس دي خلاص احنا فهمنا، وحالات النيوفاسكولار جلوكوما معاها. النيوفاسكولار جلوكوما نفس الفكره، وهنعرف مين هي اتفقنا لما نسمع مين السكندري جلوكوما. طيب افرض جالك بيشنت، ركزوا معايا في اللي جاي، جربت معاه وان لاين اوف تريتمنت، وعادتك بتبدا بمين؟ بتحب مين؟ فيرست دراج تشويس على طول. ما انت عندك تجارب بقى واستديز فانت استغلها، ابدا بحاجه من العيلتين دول. جربت كل الالعاب الفيرست دراج فشلت، يعني اخترت بروستاجلاندين انالوج على اعتبار ان دي خطر، بني ادم عنده برونكيال ازمة فانت مش هتفكر في دي اصلا، فلجأت ان دي ما جابتش نتيجه. فقلت طب ما نجرب يمكن هو بالصدفه التوبيكال كربونيك انهيدريز لوحده يجيب نتيجه عنده اكتر من غيره، ما في انديفيديوال فاريشن. فجربت، فالمونوثيرابيز اللي جربتها على الاطلاق فشلت. ممكن نفكر في ايه؟ دبل كومبينيشن. يعني في شركات صايعه لقيتنا احنا كدكاتره بنختار مثلا التيمولول ده نجمعه على الدورزولامايد ده اللي هو تروسوفت. فرحت شركه كده قالت لك بقول لك ايه، طالما انت خلاص ناوي تدي الاثنين مع بعض بدل ما تدي العيان ايزاستين قطره ويتلخبط بينهم ومين حط مين وحقه، طب يلا هعمل لك قطره اسمها كده كومبو اثنين في واحد. جمعوا مين؟ تيمولول عتروسوبت. سموها ايه بقى؟ كوسوبت. في شركه ثانيه اصيع قالت لك بص ايه رايك الاثنين الكوماندر كبار، يعني هتعمل ايه يا سيدي؟ قال لك ما يلا زلتان مع يلا تيمولول. خدت بالك ده كومباينيشن ده، وقال لك يلا هنسميه كده. غير التي بي سي، اول ما تسمع زلكان اعرف انه حط لك بروستاجلاندين اللي هو لاتانو بروست على مين؟ على التيمولول، الاثنين في واحد. ف
فاذا فكروا يعملوا وده الكومبلاينس الحقيقه بدل ما تمشي بقطرتين وكل قطره منهم ليها جرعه معاك لا هو اتنين في واحد ويلا وخلصنا. فاذا في دبل كومبينيشن. طب لو الدبل كومبينيشن فشلت فكر في تريبل. بس هنا تريبل بقى طالما فكرت في تريبل انت غالبا رايح ناحيه مين بقى؟ ناحيه انك مثلا تزود سيستميك كربونيك انهيدريز، انك رايح ناحيه المايوتكس طالما داخل بقى. فاول ما توصل للمرحله دي انت تعرف انك دي حاجه انتقاليه، يعني روح لها بس فور شورت بيريد لغايه لما تعمل ايه العمليه اللي هتجيب من الاخر. اذا ميديكال تريتمنت انت بتجرب الاول مونوثيرابي فشلت بتجرب كومباينيشنز فشلت فكر بقى في حل تاني خالص. ايه الحلول التانية؟ يلا بصوا الحل انا ام سوري حل اللي انا كاتبه نمبر 2 ده مش موجود في الكتاب مع زودوه دلوقتي في الطبعه الجديده ولا لا؟ احنا الطبعه السنه اللي فاتت كتب على طول ان بعد الميديكال تريتمنت تعمل سيرجري، ما زال الكلام كده. لكن ايه الاربون ليزر انا كاتبه ده؟ كتاب الاسم كتبه، عارفين كتبه فين؟ يعني هو ما كتبوش هنا بس حطوا اوبشن في تشابتر سماه اوفثالميك ليزر، وراح قايل لك في حاجه اسمها ارجون ليزر ترابيكولو بلاستي. ارجون ليزر ايه؟ فراح كاتبها لك من ضمن اليوزز اوف ليزر الاوفثالمولوجي. فبالتالي هو كده جاب سيرتها. فانت بقى بحط لك عشان كده لما بتيجي في اخر الرمد معايا بتبقى مرتاح. ليه بقى؟ لما هنروح للتشابتر اسمه اوكولار فارماكولوجي هتلاقي كل دراج سمعت عنه في الرمد انا اديتهولك كامل كدوز وميكانيزمه وسايد افكتس في مكانه. فانت ربطت الكلام بالمرض بتاعه بدل ما انسى تنسى خالص وتروح جاي لي في الاخر اقعد اقول لك الامراض الادويه تاني باستخداماتها بالسايد افكتس بتاعتها فتاخدها في مكانها. لما بيجي حاجه ليها علاقه بالليزر بشرحها لك كامله. فلما توصل للتشابتر اسمه اوفثالميك ليزر تكون مخلصه قبل ما نروح له اصلا، بس انت عرفت كل حاجه فين في مكانها وكانها تجميعه تاني لحاجات انت سمعتها قبل كده، ما تنساش حاجه جديده يعني. طيب ايه بقى قصه الارجو ليزر؟ ارجو ليزر ده يا جماعه ليزر بيعمل بيرن حرق. اي مكان بتضربه الارجو ليزر بيتحرق ثيرمال يعني طلع حراره، ولما بيحصل حرق بيهيل بايه الحرق؟ واي فايبروز بيحصل فيه ايه؟ كونتراكشن. فانا بعمل ايه؟ قاعد العيان على جهاز الارجو ليزر، ثبت عينك يا سيدي، احط العدسه اللي بتديني فرصه ان انا فوكس واشوف مين زاويه العين. اسمها ايه العدسه؟ جونيوسكوبي. مش احنا ما ينفعش نشوف زاويه العين غير بالعدسه دي؟ حلو، يلا ركب العدسه اللي اسمها ايه؟ جونيوسكوبي. يلا فوكس على زاويه العين وابدا اضرب ليزر اللي هو اسمه ايه؟ ارجو ليزر بسرعه عشوائيه. عارف انت لما تدخل عايز تموت مجموعه من الناس بمرفع رشاش كده لوش، اضرب ليزر زي ما انت عايز فين؟ ايه رايك؟ كل الشين بتضربها بليزر. عملت فيها حرق ولا لا؟ حرق. واي حرق فيبروزس، واي فيبروزس بصوا كونتراكشن بقى ايه اللي بيحصل كل ما الشيت ايه السبيس بيحصل فيها ايه كده؟ مش كده؟ ما هو ما بين الشيتس اللي تكونتراكت في فتحات، كل ما تكونتراكت كل ما الفتحات بتوسع وكده الايكوس اوت فلو يتحسن ولا لا؟ عشان كده احنا غيرنا شكل، عشان كده حتى اخدت لك الاسم يعني ترابيكلو بلس، وكانك غيرت شكله كانك جملته. ما انت هنا مش تجميل يعني شكله حلو، لا هو تجميل نقصه بينه بقى رجع للفانكشن الاساسي الطبيعي بتاعه، يعني السبيس رجعت واسعه تاني فالايكوس اوت فلو اتحسن. فاذا ايه رايك انت عشان تعمل التكنيك ده محتاج كام فاكتور؟ مبدئيا يكون الجهاز الغالي ده موجود عندك في المركز اللي انت شغال فيه. ثانيا يكون البيشنت كوبراتيف، ما تبقاش انت مظبط نفسك وعلى الانجل كويس قوي هتضرب هتيجي تدوس احنا نعمل كده واخدك في حته ثانيه. لو عيان بيحرك عينه اوعى تعمل التكنيك ده، انت هتلوش هتبوظ العين. فاذا لازم يكون عيان يثبت عينه، لان خلي بالك كل ضربه بتعمل صوت، ففي واحد يتخض فسمع الصوت اول مره ما كانش جاء على اكوانه. انت بتعمل ايه يا دكتور؟ انت بتضرب في فيبدا هو بقى عايز قلق. اول ما تحسه كده الريتا دول وبيتحرك اوعى تقاوع خلاص، ده معناه انا مش هينفع. لازم يكون بيشنت كوبراتيف. الكورنيا لازم تكون كلير، هو انا هشوف ازاي جوه؟ ولو الكورنيا بتاعتي مش كلير ولو مش شايف يبقى هلوش. فاذا لازم يكون كورنيا كلير، عيان كوبراتيف، الجهاز موجود واحنا برضو في ليميت. خلي بالك التكنيك ده بيوطي ضغط العين بنسبه ماكسيمم 30 ل 35% عن الاوريجينال فاليو. فعشان كده بتقول ضغط العين ما يعديش دايما 30 35. لو ويدن 30 او 35 وانت نازل نعمله هتوصل للنورمال، لكن لو اكتر من كده بما انه ليه اب ليميت هتعمله هتلاقي ضغط العين لسه اباف النورمال لانه بيوطي 30% بس. فلو انت بقيت ضغط عين 40 مثلا، ال 30% بتوع ال 40 كام؟ 12.
يعني نزلت كام؟ 28. يبقى كلفت العيان فلوس، خدت الريسك ان هو كان ممكن يحرك عينه فتعمل مشاكل، وفي الاخر ما وصلتش اللي انت عايزه، يبقى لازم تكمل على ايه؟ ميديكال او تعمل له عمليه في الاخر. طب من الاول تعمل له عمليه مش كده؟ طيب ليه ما ينفعش اعملها له وبعدين امشيها لاطراف اقلل لي؟ ما هو بقى خلي بالك، ما هو انت غالبا، ما هو بصي، ما هو ده كومبينيشن ممكن تعمليه برضه، بس هو انت يعني الفكره انك انت لو هو عالي الضغط وهتعمله العمليه اللي هي فيها ريسك برضه يحصل ليها مضاعفات، اي ما هو انت بتضربي بليزر جوه، انت عندك ريسك، وفي الاخر هتمشي على علاج، والعلاج ده برضه قد يكون ليه سايد افكتس ومحتاج يعمل. طب ما تعملي عمليه بقى، طب انت دخلت في ريسك، يبقى ريسك بريسك، واعمل له ايه العمليه اللي هتجيب من الاخر. بص اخر حل ده بقى، ده حل جذري. الحل العمليه الستاندرد هسمعك حالا، اسمها سب سكليرال ترابيكيليكتوم او الاكسترنال فيستولايزنج سيرجري. سمعتوها في الفيديوز ولا العمليه دي؟ فاكرين العمليه دي كانت عباره عن ايه؟ بنفتح فتحه هنا عشان الايكوس، طبعا كده ها ترابيكيليكتوم، ايكوس يخرج كده 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 من تحت السكليرال فلاب عشان يروح تحت مين؟ الكونجنكتيفا. وكانك بتعمل فتحه من جوه العين، كوميونيكيشن من جوه الانتيريور تشامبر عشان الايكوس يخرج تحت الكونجنكتيفا اللي خارج العين. والايكوس اللي بيدخل بيوصل تحت الكونجنكتيفا المفروض يبقى ابزور بيض عن طريق الكونجنكتيفا فينز فيسلز، الكونجنكتيفا بتاعتنا فاسكولار. عشان كده بنسمي العمليه دي ايه؟ بتعمل طريق يخرج الايكوس من داخل العين لتحت مين؟ الكونجنكتيفا. والطريق ده المفروض يبقى مفتوح طول العمر ولا لا؟ اه طبعا، لانه لو قفل يبقى العمليه فشلت. انا عايز الايكوس يخرج كده 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 تحت الكونجنكتيفا. عشان كده اي كوميونيكيشن سيادتك بتعمله في الطب كوميونيكيشن وعايزه يفضل مفتوح فور ايفر ما بين تو سبيسز بنسميه فيستولا ولا لا؟ عشان كده الاسم الثاني بتاع العمليه دي اكسترنال فيستولايزنج سيرجري. اكسترنال ايه؟ فيستولايزنج، وكانك عايز تعمل كوميونيكيشن من جوه العين لخارج العين، عشان كده سميناها اكسترنال ايه؟ فيستولايزنج سيرجري. او الاسم الثاني سب سكليرال، بنرفع فلاب من السكليرا الاول واروح قاطع تحتيها وارجع الفلاب دي ثاني. سب سكليرال ايه؟ ترابيكيليكتومي، يعني شلت حته من الترابيكيليكتومي مش ممكن من تحت مين؟ بليز اسمعوا الحته دي، انا شرحها بالتفصيل في الفيديو التكنيك بتاع العمليه عشان نوصل الايكوس من جوه العين، اعمل له طريق يخرج تحت مين؟ الكونجنكتيفا. عارفين ضغط العين بالتكنيك ده بيوصل كام؟ ضغط العين بيوصل بعد العمليه والله 10 11 12 ملم مركر. ايه ده؟ يعني فوريفر مفيش اطراد تاني خالص، هيبقى ماشي كويس طول عمره 10 12 بكتير ناحيه اللو نورمال كمان. اه ده كده تحفه طبعا، ده حماس الشباب. تقول لي طب لما هي عمليه سهله باي ذا واي ما تاخدش فيها ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه يعني، وهتفضل ماشي بضغط عين كنترول فوريفر، طب ما ده اضمن للعيان، ما ده اوفر للعيان. تقول لي اوفر؟ مش تعمل عمليه بتاخد فيها فلوس كتيره؟ والله حتى لو هنعملها في مستشفى برايفت مش مكان مجاني زي القصر العيني او اي مستشفى جامعي، وهيدفع على عمليه كده مبلغ على بعضه، مبلغ ده 10000 جنيه يلا 12 يلا 10000 12000 مش كتير يا اخي. انا بقول لك ان احتمال ما يكونش ينفع له غير قطره، ثمنها داخل على 300 جنيه شهريا فور ايفر فور ايفر. لو العيان ده مثلا عنده 40 سنه 42 سنه، ربنا هيقدر ليه يعيش لغايه السبعينات الثمانينات 30 سنه، الشهر 300 يعني السنه ب 3000 وشويه، يعني ال 10 سنين بقى فوق ال 30000، 10 سنين بس انت دخلت في 40 50000 جنيه. لكن لما يعمل عمليه مره واحده ب 10000 جنيه يعمل جمعيه ويدفعها على مدار سنتين خلصنا. هتقول يعني ممكن ده يكون كمان فاينانشالي اوفر؟ اه ارخص، من غير بقى الهيدك بتاع نسي الجرعه ما نسيش الجرعه، من غير الهيدك بتاع المضاعفات، من غير الهيدك بتاع ان القطره جابت نتيجه دلوقتي وبعدين مش جايبه نتيجه قدام فهنغير لعيله ثانيه. فتقول يلا انتوا ليه حاطينه في الاخر؟ انا لو منك اخليه اول حل. هنا بقى ما انا بزقك عشان تقول لي اه لا صح معاك حق، اوعى تفكر. القاعده الازليه في الطب يو هاف تو بي كونزرفيتيف دونت بي انفيزيف الا وين نيدد. دايما احسن حاجه في الدنيا عشان تتقي ربنا كده اختار للبيشنت اللي سيادتك هتختاره لنفسك. حط نفسك مكانه، شوف انت هتختار ايه لو انت مكانه بنفس المرض ده ربنا ابتلاك بيه، اعمل ليه نفس اللي هتعمله لنفسك. ما تخليش اهواءك كده ها تاخدك انك انت تزقه ناحيه حاجه غلط عشان تكسب من ورا فلوس. دي كارثه سودة والله. الناس للاسف ما بقاش فاهم في الاخر. يعني حاجه كده هقولها لكم بره الطب خالص، حطوا حاله في ودانكم فكروا فيها على مهلكم. الناس عندها اعتقاد انها بالفهلاوه بتزود رزقها، الرزق ده ما بيزيدش،
الرزق ده ربنا كاتبه لك هو والعمر مش هيتغيروا مهما اتشقلبت. لو انا بفهلاوتي دخلت 200,000 جنيه زياده السنه دي، تفتكروا كده انا اللي ربنا حكم عليه بينا انا غيرته؟ انت مين انت عشان تغير حاجه زي كده؟ ما غيرتش حاجه، انت ما زودتش دول، لانك انت فهمت انك كسبت 200,000. الحرامي بيزود رزقه مش كده؟ هو بياخد فلوس فرح، ها، والغريب ان هو بياخدها ويقول يا رب استر عليا، يعني حاجه لطيفه جدا، ها، عارف بيه ربنا في الاخر. بس هو طب الفكره يا جماعه في الرزق الصافي اللي فضل لك كام؟ مش انت دخلت كام؟ ما انت ممكن دخل 200,000 وفهمت ان انا دخل زياده، بس ابنك تعب دخلت بيه المستشفى دفعت له 50,000، عملت حادثه بالعربيه وكان للاسف التامين خلص فسيادتك هتضطر تصلحها، هتلاقي حاجات زي كده بتحصل عشان مش تربط. انت فهمت اللي خدته بس ما خدتش بالك صرفته قدامه قد ايه، فالبيتين طاروا برده بس انت ما خدتش بالك. فاذا هي دي الفكره، فكره لو انا طبيب وعندي عيان عنده اوبن انجل جلوكوما، يا نهار ابيض ده انت العصب البصري بتاعك، بص احنا هنعمل عمليه بقى عشان نخلص، يلا عملت له عمليه، عملت غير عمليه، هو نوت انديكيتد لسه. هقول لك ليه نوت انديكيتد؟ لان هو ما اختارش لنفسه، ما اختارش العيان اللي اختاره لنفسه، في الاخر ربنا يجيب له حاجه بقى، وممكن يكون الجزاء من جنس العمل نفس الديزيز. او هو انت هتعمل عمليه لنفسك بقى، هتعمل ايه بالظبط سيادتك؟ بتبدا بقى تعاني لانك في الاخر ما اتقيتش ربنا في العيان، فانت هيبقى عندك مشكله انك خدت فلوس حرام. حاجه ثانيه ان هنا بتلعب بقى باخطر مهنه في التاريخ، مهنتنا دي انت ما تعرفش بتعمل ايه مع ربنا. لما تشتغل عيانين هيجيب لك حاجه ربنا انت مش ممكن تتخيلها، حاجه كده مالهاش علاج، حاجه كده علاجها وهمي، حاجه كده هتضيع عمرك كله في الحاجه اللي ربنا هيبتليك بيها. فبص على اللونج رام، بص تحت رجلك. المهم ايه رايك؟ بص اختار لنفسك بقى وقول لي انت هتختار مين دلوقتي. هعمل لك عمليه يا دكتور تخلي لك ضغط عينك مظبوط، مش هتاخد قطرات خالص، بس خلي بالك اساس نجاح العمليه ان الفتحه اللي انا هفتحها لك دي تفضل بيتنت، تطلع لك الميه اللي جوه عينك تحت الكونجنكتيف فور ايفر. بس بما ان انت عندك فتحه دلوقتي موصله جوه عينك، اي يوم في حياتك يحصل لك كونجنكتيفايتس وعندك بكتيريا تدخل جوه عينك وتتعب، اندوفثالمايتس. اطرق ولا عمليه؟ أطرق. يلا هات الاطرق كلها اللي عندك، مش كده؟ شفت ازاي؟ فانت لازم تاخد الباكج كامله، مش الفكره العمليه سهله وسريعه وافكتيف، لا، وما وراءها بقى ايه اللي هيحصل لي؟ ايه فكره العمليه؟ فكره العمليه انك عملت كوميونيكيشن فور ايفر مع الشارع بره، يعني انت عندك ريسك فور ايفر ان يحصل لك انفكشن اندوثالمايتس اني تايم. فاذا لو انت ينفع تعمل لاين اوف تريتمنت وعينك مقفوله من غير ما تعمل عمليه، من غير ما تعرض عينك للريسك العالي قوي ده تفقد بصرك فيه، لا يبقى خليك كده. لما ده يفشل ويجيب اخره، لا، لو ينفع تعمل ليزر وعينك مقفوله اعمل ليزر. ولما ده ما يكونش متاح لاي كونترا انديكيشن، الجهاز مش موجود، انت مش كوبراتيف، الكورنيا مش كلير، ضغط عينك عالي، فالعلاج ده هيبقى ريسكي على الفاضي، لا، ساعتها جو اون، ما عندكش حل تاني. عشان كده القاعده الطبيه الازليه dont be invasive الا وين نيدد، مش هتتغير ابدا على مر الزمن. اذا مش هفتح اعمل عمليه جراحيه الا لما اكون جبت اخري في مرض زي ده، طالما كان بي كنترولد باي ايه؟ ميديكال تشيك. يلا قول لي بقى، اذا اي بيشنت هيقع تحت ايدك عنده اوبن انجل جلوكوما، يو هاف تو فولو ذا فولوينج بروتوكول. يو هاف تو ستارت ويز ميديكال، ذن اف فيلد يو هاف تو جو تو ليزر، اف فيلد او نوت افيلبل يو هاف تو جو تو سيرجري. مظبوط؟ غلط. غلط على حسب. حسب ايه بقى؟ يلا حسب سيفيريتي. جاي لك بني ادم اول ما شفته جاي لك داخل على تيوبلر فيت، اذا ده خسر معظم العصب البصري، ينفع ساعتها تقول له بص احنا هنجرب ميديكال تريتمنت، ولو فشلت يعني الدمج ايه؟ ما انت بتعمله فول اب بيزيد. ينفع تستنى تشوف هيزيد؟ ده ممكن التيوب تقفل وتعمي، فيبقى ده ينفع نجرب معاه كده؟ لازم نكون اجريسيف فروم ذا فيري بيجيننج. لا، الترتيب اتعاكس، ده انت تبدا معاه بجراحه على طول، اظبط دلوقتي حالا عشان ما فيش داعي ناخد ريسك اصلا، لان اللي فاضل لك مش قد اللي راح. لكن لما يجي لي بني ادم عنده باراسنترال ايزوليتد سكوتوما لسه في الاول، يبقى امشي على البروتوكول ده. اذا السيفيريتي فرقت ولا لا؟ فرقت. هسمعك حالا. المرض ده فيري جراديوال فيري كرونيك، فجالي بني ادم عنده حته باراسنترال سكوتوما هبله، ماشي يا سيدي اهو، قلت له يا عم يلا بروستاجلاندين انالوج قست ضغط العين كرقم، لقيته قل، بس انا قال ده كفايه؟ لا هو قل حلو، لكن لازم اعمل له بعد كام شهر فول اب فيو. جالي في الزياره اللي بعديها لقيته قل بكده،
اركض فوق سيدي لتحت نزل كونتراكشن ايه ده مستعجل دوران عاد هيخلص على عينه بسرعه بس اقعد اجرب تاني ما هو اذا كان ماشي بهذه السرعه الغير تقليديه يبقى لازم اكون انا اسرع في تغيير خطه علاجي والا هفضل اتفرج لغايه لما نخسر كل حاجه فاذا هنا if the patient الريت اوف دامج عنده unusually rapid rapidity عنده مختلفه لا لا you have to be more rapid في قرارك وتنقل على طول من المونوثيرابي لعمليه على طول اذا الحكم عليك كده مين rapidity بص الفاكتور الثالث compliance القطره الوحيده اللي جايبه النتيجه اللي انت عايزها القطره دي وهو مش معاه فلوس يبقى انت بتكتب له علاج وعارف ان ده الوحيد اللي هيجيب نتيجه انا جربت ده لا مش ده ممنوع ده عنده هارت بلوك اصلا عيان قلبه متلصق هيموت مني والادويه دي لما جربت دي ما جابش النتيجه اللي انت عايزها الدمج بيزيد لسه ودي ضعيفه وبدات تعمل له دراوزنس خلاص ما فيش غير دي هي المناسبه دي جربت ها يا حاج والله ما اقدر ده انا شغال حارس عماره وبرده باخد ملاليم فانا ولادي قوي يا دكتور خلاص خليك انت عندك رحله بقى خد اعمله في اي مستشفى مجاني سيادتك شغال فيه اصل عيني حوله على حد لو انت مش عايز تشتغل بايدك حوله على مدرس مساعد ولا نايب يعملها بالنيابه عنك اعملها ببلاش يعني ما عندكش رحمه يا اخي روح لارخص مستشفى برايفت تشتغل فيها وهو هيعمل جمعيه ويجي يعملها ارحم له ان هو يدفع كل شهر هذا المبلغ اذا اللي حكم على كده ايه كومبلاينس على فكره مش بس كومبلاينس مش قادر يشتري بنشوف ناس يعدي عليك بقى لما تشتغل دكتور بقى في حياتك اشكال والوان ممكن يجيلك بني ادم دخل لابس سلسله ذهب قد طول الكلب كده معاه ثلاث موبايل ايفون بيجيبهم بالترتيب لازم تقول سلطيم وقال لك انا بيصنعوا لي واحد لوحدي ها هنطلعهم قدامك ونفتح العربيه المرشيش ولابس انسان ذهب وساعه ذهب تقول لحضرتك انت عندك ميه ذهب بتاع الزاويه المفتوحه حضرتك وده مرض صامت ملوش تشخيص وخلي بالك المرض ده احنا بنسميه حرامي البصر فالموضوع مش هزار فحضرتك لازم تاخد العلاج عشان العصب البصري ما يتسرقش منك وانت مش دريان بيقول لك يتسرق طب خليه قرب كده وانا ده بتاع مخدرات او سلاح على طول هو ده ما اتعلمش اصلا يقرب مين اللي يقرب يا عم بقول لك خليه يتسرق وعندك مرض ومرض سايلنت فده خده على العمليات على طول ده لو سبته لنفسه هيضيع نفسه كده بقول لك هنا موضوع الكومبلاينس مش بس ان انا ما اقدرش اشيل العلاج لا مش فاهم خطوره المرض مش فاهم حاجه اصلا فده مريض دال منتلي دال فاخده واعمل له عمليه على طول اذا الكومبلاينس ممكن يبقى لك الفكره طب السايد افكتس الدواء الوحيد اللي جاي نتيجه في الحقيقه هو الدواء اللي بيعمل سايد افكتس مروعه للبيشنت خلاص يعني ده واحد كونترا انديكيت والباقي مش جاي النتيجه وده جاي النتيجه بس العيان جاله بدا يجيله ايرادس اكمل خلاص بقى ما عنديش حلول ده فاخده على طول اعمل له ليزر اعمل له عمليه فاذا هنا السايد افكتس حكمت برضه لتغيير الخطه بتاعتي فاذا هناك بارامترز على اساسها احنا ممكن نموديفاي البروتوكول لكن البروتوكول التقليدي لو جاي لي بيشنت بقى بصوا الكلام جاي لي ايرلي شخصته بدري يعني ماي بس مايل شيدنج كتير والريت اوف دامج كان معتاد فيري سلو وكمان هو متفهم وبياخد العلاج بانتظام وما عندوش مشاكل لا يو هاف انك انت تمشي ستيب باي ستيب ابدا بالمونوثيرابي فتره تلجا لحاجه ثانيه فتره ابدا فكر في الكومباينيشن لغايه لما توصل لاحسن نتيجه ممكنه معاك فهمتوا البروتوكول فهمتوا الفكره اتفضل يا دكتور الحاجات اللي بتفهم فيها دي ما ينفعش اطلب له لوكال انستيجيا واشتغل عادي المشكله مش في البي ها الموضوع ما فيهوش بي الموضوع فيه ان هو بني ادم بيبقى عارف انت لما بتبقى عادي حاجه تخبط في عينك تسمع صوت انت حاجه بتكش كده في بني ادم تاني اصلا من غير كده هو اصلا ما بيعرفش يثبت يعني بيبقى قلقان يعني حتى التفكير مش لا 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 مش هو ده السبب حركه عين حركه عين هو الريتابل حركه عين هو ما بيعرفش يثبت زي بالظبط انت عارف في بني ادم يعني تيجي تحط له قطره يقول لك يا دكتور طب بص انا عندي اخد حقنه عضل بس ما تحطيش قطره فيجي يعمل كل حاجه عشان يتبعوا ده في ناس كده على فكره انا دكتور ايون انا الى الان ما بعرفش احط اي دروبس لنفسي لازم حد يحطها لي انا عندي ريفلكس ده ريفلكس ولا ريفلكس لما تحس ان حاجه هتخبط في عينك اصلا انت حتى عارف انها مش هتضرك بس احساس نفسه غصب عنك بتسكويز يور اي ليدز فبالتالي هنا الريفلكس ده كل ما كان عنيف في بعض الناس
بيقلع على عينه زياده فممكن يحرك راسه يحرك وده ريسكي خلاص طالما مش كاوبريتيف دون دو يعني مفيش حاجه بتوقف لا لا لوكال انستيزا مش هعمله لوكال انستيزا طبعا ده بروسيدر عنيف قوي دكتور هو ليه في الليزر لما بيحصل فايبروزس ما بيحصلش سيكنينج وتقفل اكتر لا فايبروزس يعني كونتراكشن مش سيكنينج يعني بتكون بينكمش يعني هي بتتخن بس تنكمش هنا عندي السبيسنج ده يعني هي بس كونتراكشن هي بتتخن بس في مكان بعيد عن الفتحه يعني هي في الاخر بيحصل ديبوزيشن للفايبر تيشو لكن مع ايه في الاخر كونتراكشن السيرجري يحطوا ان اطرافها انتبيوتيك فوريفر الفكره يا جماعه الفكره في العمليه ان الريسك مش وقت العمليه الريسك فوريفر ايوه لما يجيله شويه سادنس او مثلا هياخد طبعا لما بيجيله عينه تحمر ويبقى عنده ديسشارج بيكو بيرلاند او بيرلاند بيديله عينه ده عندك بتستفاني منين انه مش هيدخل الاورجانيزم برضه لا ما ريسك طبعا مش هنا ممكن العمليه تعمل فايبروزس ثانيه واحده هديرها اسمعك حالا بس اسمع سؤال الدكتور عشان حد بدا يسالني وانا اسمع سؤالك في العمليه مش ممكن يحصل فايبروزس ازاي بخليها مفتوحه لا لا بصي هو الفايبروز يعني بوزيشن اوف فايبروبلاست في الشيت الشيت نفسها بتتخن كده كويس لكن بعد كده بيحصل ايه كونتراكت بتاعها بيزيد لكن المهم لما تكونتراكت لا 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 مش اللي سيرجري لا لا اه ممكن اوبن جيبل اه ما ده سبب فشل عمليه وعشان كده لما تسمع الفيديو وتلاقيني بشرح العمليه دي مع الكونجنيتور هقول لك ان احنا كان بيبقى عندنا حل كنا بنحط تيوب لان طبعا الهيلينج في الاطفال احسن من الكبار كمان فبحط تيوب مدلدله كده تاخد الايكو تطلعه تحت المدقفه حصل فايبروزس في المكان ده انا معتبر اسمها شانت بروسيدر فاذا وارد طبعا عمليه تفشل هو ليه النون بوست العمليه بتاع فكره الارجو ليزر طريقه القصص يعني يكون سيتد قاعد ما عنديش اوبشن ان اعمله هو نايم دكتور شلون كان التيوب بيتسد بالفايبروزس ليه شلون كان الفايبروزس يضغط على التيوب مش عارفه الوصله دي اه ليه الشنط لا لا بالعكس واقفه حواليها مش جوه دي الديوم بتاع التيوب نفسها مش شايف الابد وصل الكلام يا جماعه فهمتوا كويس اللاينز تريتمنت وفكره الاوبن انجل ازاي نعالجها تمام ثانك يو فيري ماتش ان شاء الله بكره انا هاخد منكم الفيدباك بالليل النهارده بليز بليز بقى